مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد ناوي ولواء أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض. مرحبا بكم أوفي أنا ومرحبا بالجميع. بطبيعة الحال حدود الساعة الرابعة وكنرحبوا بالدكتور سعيد ناوي وبداية أسبوع موفق دكتور سعيد. علينا ولك الله سكينة وجميع المستمعين والمستمعات إن شاء الله. شخبارك؟ كي داز الويكاند بخير؟ الحمد لله ممتاز بإذن الله. بديت نين زوين تبارك الله بعد الأمطار، الله يجعلها أمطار الخير يا رب. اللهم آمين. في حقاني الأمطار تعكس نوع من السعادة في حق في القلوب ديالنا، فإذا كان دول معينة أنهم داروا وزير السعادة فخاصنا نديروا وزير الأمطار، ماشي وزير الأمطار بطبيعة الحال، ولكن على الأقل السعي أن هاد الرحمة وهاد يعني السكينة والطمأنينة أنها تدوم على الشعب المغربي. جميل جدا وزير السعادة فعلا تكون عنده الحقيبة ثقيلة جدا. حيث العالم المادي يعني سابقا ملي كنا يعني في ربما كنذكروا في أيام قريبة جدا كان واحد نوع من التعامل تلقائي بين الناس، كان أشياء بسيطة جدا يعني تدخل فرحة على القلوب، أشياء كثيرة جدا رمزية ولكن عندها واحد الأثر يعني كبير في القلوب، ولكن الآن أصبحت الأشياء المادية تطغى على الجانب في التعاملات في العلاقات في أي شيء، فبالتالي حتى ديك السعادة غابت. وإن كانت كتبقى دابا ديك السعادة مادية بين قوسين، ولكن السعادة الروحية هي بطبيعة الحال هي اللي تكلمت عليها في واحد ستاتيو في فيسبوك. نعم ياك جاوبت كنت من المشاركين في الحوار. مرة نشدو فيك دكتور سعيد شوية بس قشرتك عارفها اكس اكس ال اي المقاس المعلوم داكشي علاش. مرحبا. اذا دكتور سعيد حديثنا غيكون بطبيعة الحال على التعاملات البنكية او التعامل مع مؤسسة الائتمان، واليوم غنتكلموا على التعامل بالاوراق تجارية. نعم. بزاف ديال الناس كيقولوا اوراق تجارية ما كيفهمش شنو هو المعنى ديالها. اليوم كما غنقولوا غنتكلموا عليها بصفة عامة لانه غتكون فرصة في الاسبوع باش نتكلموا على الشيك، نتكلموا على الكمبيالا. نعم. نتكلموا ايضا على السند لامر هو واحد الوريقة كتكون راه عندها ثقل قانوني، بعض الناس كيقول معليش راه غير روسو معليش باكاف. غتكون فرصة باش ندرجوا في الموضوع بطبيعة الحال ونتكلموا عليه، ولكن بصفة عامة اليوم شنو هو الاطار القانوني اللي منظم لهذا الجانب مثل نقولوا الاوراق التجارية او الثقل القانوني فيما يخص الاوراق التجاريه. نعم، الاوراق التجاريه هي وسائل قانونيه لسداد الديون، اما يعني الوفاء بها لاجل معين او قابل التعيين، او انها تكون عن طريق احلالها مكان النقود. طيب بحال كنفتح قوسين ديال كنقول دائما انه مثلا الشيك انه يعني راه فلوس، وان كان ان الشيك عن النقود يختلف باعتبار ان الجهه المصدره ديال النقود هي البنك المركزي البنك المغرب، كذلك انه يعني التسلسل ديال الاوراق يعني ديال يعني الاوراق ديال الاوراق النقديه انها عندها تسلسل معين، كذلك ان الضمان يكون من طرف الدوله، كذلك انه في حال التعامل كاين واحد العقوبه حبسيه الى غير ذلك، كاين مجموعه من الاشياء اللي تحمي النقود، ولكن كيبقى هذيك الورقه يعني اللي هي الشيك من طبيعه الحال انها كتكون يعني كذلك عندها واحد يعني قوه يعني ابرائيه بين قوسين، خاصه انك تكون بمجرد الاطلاع. اذا كاين اللي تكون مؤجله الدفع، وقد تكون كذلك يعني حاله الدفع كمثلا الكومبيالا او ما يقال باللغه العربيه السفتجه، باعتبار ان الفقهاء الفقهاء المصريين غالبا هم من يستعملون هذا الفقهاء، لا اقول فقهاء الشريعه ولكن فقهاء القانون، انهم من يستعملون هذا المصطلح يعني بصفه يعني كبيره جدا، ولكن يعني المغاربه في الفقهاء المغاربه او الكتاب المغاربه او الاساس ديال المغاربه كلهم يستعملون كلمه الكومبيالا. كذلك هناك سند لامر او البي اورد او السند الاذني، كذلك هو ورقه من اوراق تجاريه. فالاختلاف بينهما بين بطبيعه الحال لانه كما قلنا الشيك هو انه يعني وسائل الاداء مباشره، تكون حاله الدفع يعني افي بمجرد الاطلاع يتم اداء المبلغ الذي تم يعني كتابته في 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 هذا الشيك هذا، او كذلك انه بالنسبه للكومبيالا تكون يعني 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 وسيله ائتمان باعتبار انها ممكن انه يكون وسيله وفاء بطبيعه الحال، قد تكون في مثلا افيوتي كذلك بدون ان ينتظر الشخص يعني اجل معين اجل استخلاصها،
وقد يستخلصوا عن طريق الاسكونت مثلا بالنسبة للمؤسسة يعني البنكية وعن طريق التظهير أو غير ذلك. المسألة نتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. وكذلك أنه يعني هناك تشابه بين الشيك، باعتبار كاين ثلاث أطراف يعني بين الشيك مثلا وكمبيالا، كاين يعني الساحب اللي هو الشخص يعني الذي يقوم بكتابة الشيك أو إصدار الشيك، كاين المسحوب عليه هو المؤسسة البنكية، والمستفيد الذي سيستفيد من المؤونة الموجودة في الشيك. كذلك بالنسبة للكمبيالا فيها ثلاث يعني الأشخاص أو ثلاث أطراف، كاين الساحب المسحوب عليه وكذلك المستفيد، بخلاف أن السند الإذني فيه يعني فيه شخصين، فيه المتعهد أو المتعهد له، باعتبار أنه يكون الشخص أنه يتعهد أو المدين بأداء واحد مبلغ معين يعني لأجل معين بطبيعة الحال، أو قد يكون كذلك سند الأداء، أو يعني المتعهد له الذي سيستفيد من هذا المبلغ المدون في الكمبيالة. إذا كل هاد الأوراق بطبيعة الحال بالنسبة للشيكاي بالنسبة للكمبيالة وبالنسبة لسند الأمر ليس له هناك حماية جنائية، بخلاف الشيك باعتبار أنه هو من يتداول به بواحد شكل كبير جدا يعني بين سواء التجار او الاشخاص العاديين او الذاتيين او غير ذلك. فلذلك ان يعني المشرع اضفى عليه واحد طابع جنائي بين قوسين في حاله انه عدم يعني الوفاء بهذا الشيء، كاين عقوبات معينه اللي غنشوفوها ان شاء الله بالتفصيل في هذا الاسبوع باذن الله. باذن الله بطبيعه الحال برفقتك دكتور سعيد. غادي توقفوا لحظه مع هذا الاقتراح لمحمد فؤاد، فكرك يا ناسيني، ورجع لكم مستمعينا نستقبلوا مكالماتكم واستشاره قانونيه. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو برنامجكم استشاره قانونيه برفقه الدكتور سعيد ناوي واللي هو استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. مازال مواصلين ومازال مستمرين في استقبالكم مستمعينا على 0522 46 72 50 او 51 او 52. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس كيسابتكم ماد ام او دي خليو فراغ وصفتوا السؤال ديالكم ل 5080 ثمن الرساله الساديه للدرهم محسوبه بالرسوم. غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه معنا لبديعه من اوفوس. مرحبا بك لبديعه. اهلا السلام الحبيبه ديالي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله يطول عمرك لاله خدك. بعطيك سربي نستاجر الاستاذ. مرحبا لبديعه. هاد اوفوس فين كايناش من منطقه؟ الناحيه الرافديه. كاين شي تمر لبديعه؟ نعم كاين شي تمر؟ كاين حبيبتي كاين التمر ديال ديك الجهه كيكون زوين حلو. عندهم الله يبارك فيك المجهول. مرحبا بك ونعطيكم الجول فكوس. مرحبا لالايك. مرحبا لاله. شنو السؤال ديالك لاله؟ الله يسهل عليك استاذ. واحد مؤخر صدق كان ديال اختي ورفعنا دعوه وخرجت نفيد وصيفطنا لذاك السيد باش يخلص ولا اني مسانع. ايوا مسانع راه ممكن دير يعني دير دعوه في المحكمه. يعني لا دلت دعوة وصفتنا التنفيذ ومشى لهم مسانع باش يخلص. نعم تفضلي. حيث ديت الدوسي للوكيل النايب وكيل الملك قال لي ما يمكن ليش حيث ماشي داخل في النفقة. ماشي داخل في النفقة. نعم بالفعل ماشي داخل في النفقة، ولكن واش ما كاينش هاد السيد عنده شي حاجة تحزوا عليها؟ لا هو مخزني. مزيان مزيان مزيان. إذا غديروا الحز على الأجرة ديالو. كيم بحالة الله مصدر ربي يسهل عليك. غادي ديروا طلب رئيس المحكمة. طلب رئيس المحكمة. طلب رئيس المحكمة وديروا تقلبوا على يعني إذا كان عندكم لاصوم ديال نيموغوت الصوم ديالو الحساب ديالو. يعني هذاك عرفت الرقم ديال ممكن تاخذوه من يعني تمشي هي الإدارة ديالهم ويقدر يعطيوه ليها ودير الحز على هذاك المبلغ على الاجره الشهريه ديالو اللي كيتخلص بها من المنبع مباشره، ويتم يعني الاقتطاع ديال هذاك المبلغ ديال المؤخر الصداق كله حتى كيكمل كامل وياخذوا ليه، خصو يحيدوا ليه غير واحد يعني الجزء معين من الاجره ماشي كلها، ولكن غادي ياخذوا ليه بشويه تيكملوا لكم هذاك الصداق ديالكم وتاخذوه. بقيت تقسم بحال الطريقه. نعم فهمتي يا لاله. كانوا هاد الاداره الله يعطيكم التمنيه اداره ديالهم قلتي مخزني، راك عارفه الاداره ديال مخزني يعني واش عسكري هو يعني مخزني؟ لا هو مع القوات المساعده. مع القوات المساعده. اذا القوات المساعده هو في ساردانت ماشي هنايا. القوات المساعده تابعين مباشره لوزاره الداخليه اعتقد، انا ما عرفش بالضبط صراحه، ولكن غالبا يعني القوات المساعده اعتقد انها يعني تابعه مباشره لوزاره الداخليه باعتبار انه يعني هما يعني كاين السلطه الترضيه تابعين يعني القياد يعني اللي كاينين القائدين اللي كاين في المناطق، فاعتبر اعتقد انه غيكونوا انهم تابعين لوزاره الداخليه. حاولوا تشوفوا يعني اذا كنتوا تراسلوا يعني وزاره الداخليه باش تحصلوا على هذا نيميرو الصوم ديالو رقم الحساب ديالو. ما كانش على الاقل صيفطوا نتوما للخزينه بالاسم ديالو، شوفوا هذيك نسخه الحكم وصيفطوها للخزينه ديالو، يعني صيفطوها للخزينه باش انهم يقلبوا. لا في الرباط.
في الرباط ماشي المحكمه العسكريه سيدي. لا لا في الرباط تصيفطوا الخير كاينه في الرباط غتصيفطوا لهم النسخه ديال الحكم وغتصيفطوا داك الطلب باش انهم بداو يقتطعوا الامر اللي غادي يعطيكم رئيس المحكمه باش يتم الاقتطاع ديال هذاك المبلغ ديال الصداق من يعني الاجره ديالو وتصيفطوا لهم هما بداو يقطعوا لهم مباشره ويصيفطوهم لكم. نعم ناخذوا معنا مكالمه اخرى معنا السي ابراهيم من الدار البيضاء. مرحبا بك السي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخت انا معدي غنت واحد البارطمون اييه ودار معايا مولا في الكونترا باش ندير تيلي في حسابه وما كيخلصش الطريده مؤخرا شفت الاخبار ما كيخلصش الطريده دابا بلاتي دابا انت شريت بلاتي انت بلاتي نفهم بعدا واش انت شريتي من عنده؟ لا رهنتيها كاري من عنده اييه هو ما تيأديش الطريطه ما كيأديهاش ملي شفت لي الاخبار ما كيأديش الطريطه دار معايا باش ندير تيلي ما كنمشي للحساب ونبغي ندير تيلي كيقولوا لي راه ساد الحساب ديالو دابا شهرين كتبت معاه وقال لي دار لي ورقه بان خلصت شهرين دابا ما بقاش كيعيط ليا ما والو دابا شهرين دابا شحال عطيتيه تقريبا ديال فلوس ديال الرهن الرهن شحال عطيتيه الرهن؟ 4 مليون ايوا خصك تمشي تحز على هاد لا درت حجز ايوا بعدا على الاقل باش تضمن درت حجز ولكن المشكل بغيت نعرف انا كيبقى في الكرا واش ماشي مشكل واخا ما كنأديش ليه الكرا لا دابا انت يعني كتسالو الى طلبك صيفط لك استدعاء باش انك او انذار باش تادي الكره خص تادي الكره ما صيفطش انذارك انت كتبقى جامعهم تيصيفط لك انذار وتعطيهم ليه او انك دير مقاصه ديال هذاك المبلغ اللي كتسالو من المبلغ ديال الكره انت كتستافد من الكره بطبيعه الحال يعني واجب الكرايه ما كتاداش ولكن راه عندك مبلغ كتسالو فتستاذن المحكمه انك يعني هذه المبالغ انها يعني تخصم من هذا اللي غدير يعني دعوه ديال الاداء ديال هذاك الاعتراف بالدين اللي كاين الا كان حل الاجل باش انك تاخذ حكم وتبدا تقتطع انت من هذاك يعني المبلغ ديال الكراء اللي خصك تادي ليه عاده في المحكمه هادشي يكون مادام عندك محامي هادشي راه غيديروا لك المحامي عند المحامي ديالك راه يدير لك هاد الامور كلها المحامي تكلف ليا غير يتكلف حتى بهادشي باش انك يعني تاخذ المبالغ ديالك من الكرا اللي كتمتناك مستفيد ولكن راه خصك امر باش انك يعني تخصم هذاك الاجره ديال المبلغ ديال الكراء من داك الدين اللي كتسالو يعني دابا هذاك دين ما عنده حتى شي علاقه واخا رهن ولكن هذاك راه دين كتسالو لي خصو يردو ليك فهو الان دابا يعني اختفى على الانظار ربما انه يمشي ويخلي العقار قدر يتباع عن طريق المزاد العلني او غير ذلك لانه ما اداش الاقساط في اجل ديالها فيقدر انها توصل تباع يعني الدار عن طريق المزاد العلني ولكن انت كبصيلت يعني كمكتري راه ما غادي يخرجك حتى شي واحد باعتبار انك تكون حاولت الحق يعني من شخص الى شخص فبالتالي انه الناس اللي غيشريو العقار ولا شي حاجه كتبقى مكتري معاهم ولكن الدين ما غيضمنوش لك الدين راه كتسالو للفلان اللي مشى. نعم ناخذوا معنا مكالمه اخرى معنا لاله سلمه من مكناس. مرحبا بك لاله. الله يبارك فيك لاله كاينه كي دايره بخير؟ الحمد لله الله يطول لي عمرك. شكرا شكرا لكم جزيلا. شكرا للدكتور سعيد. مرحبا لاله. العفو. الله يبارك فيك يا سيدي. نعم لاله. الله يخليك يا سيدي. عندي واحد استشاره قانونيه بالنسبه للام ديالي. عندها واحد الورث مع عندها واحد الورث ديال جدي وما عارفاش شنو يمكن لها دير مع من وارثه مع من وارثه هي بالمي توفى جدي لا مع من وارثه هي مع من وارثه بوحدها لا معها خواتاتها الاخرين وما اتفقوش يفرقوا بيناتهم هذاك الورث لا سيدي بالنسبه لجدي قبل ما يتوفى كانوا عنده جوج عيالات هي المرأة الأولى اللي هي الأم ديال الأم ديالي توفات وعاد تزوج بالمرة الثانية اللي ولد معاها عاوتاني بنات ومعاهم ولد. اها وكل واحد ياخذ حقه حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لا يمنع أنه تزوج مرأة أخرى عنده وليدات ولكن راه كل شيء كيكونوا في مقام واحد باعتبار أنها أولاد ديالو وكل واحد كياخذ يعني نصيب ديالو في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. داروا الإراثة ديالهم داروها ولا ما داروهاش؟ داروها سيدي داروها ايوا دونك راه تحدد النصيب ديال الام ديالك في الارث ديالو وداروا الاحصاء المتروك شحال هذا الجد خلى لا سيدي باقي كاينين الاملاك العقاريه اللي خلى
ايوا غديروا الاحصاء الجرد ديال هذه كلها عن طريق العدول اللي كيتسمى احصاء المتروك كاع اللي خلى هذا ويتم الاتفاق. الى تم الاتفاق بين جميع الورثه ممكن هذا العدول يقدر يدير مع بيناتهم القسمه، يحدد لهم الانصبه ديال كل واحد شحال واحد غادي يجي ويحاول انه يحدد بيناتهم. ما كانش غيشوفوا خبير اللي ممكن عنده خبره اكثر في العقار وانه يقسم بيناتهم يديروا خبره حبيه مثلا بيناتهم، وكل واحد غادي يجي واحد النصيب، قد هذا تجي واحد لابارتمون، هذا خصو يزيد فيها واحد شويه، هذا ياخذ الارض، هاد الامور يتفقوا عليها. الا ما كانش اتفاق يكونوا مضطرين باش يمشيوا للمحكمه والمحكمه تقسم بيناتهم. وبالنسبه لواحد المحل التجاري اللي كان مخلي جدي الله يرحمه وما كانوش دايرين ليه التقييم داكشي اللي كان فيه، هو خصو تويت خصو تقوم. وهذا السيد هذا يمكن كان واحد المحل واحد اخر، وبالنسبه لديك السلعه اللي كانت في المحل الاولى اللي هو ديال الوراثه حولها للمحل ديالو اللي كرا دابا. ما عندوش الحق إذا كان ديال جديك ما عندوش حق يخرجهم، لأنه هذاك راه كما قلتي إرث مشترك، وهذاك خصو يتوزع في أقرب وقت يتباع مثلا، لأنه غادي إذا كانت السلعة راه غادي يعني تقادم غادي يولي أنها ما تقدرش ما يبقى عندها حتى شي قيمة يعني مادية، فهذاك على الأقل خصو كان يتحصد دغيا أو يتقوم دغيا ويدار المبلغ ديالو شحال ويتوزع به الورثة ويتباع باش يتوزع به الورثه. من لانه خصو هو دابا كيشتغل في هذا المحل، هذا هو دابا اللي كيشتغل فيه، هو ماشي من الورثه، هذا شخص كرا لا هو من الورثه، راه الولد لا ما خصو يعطيكم النصيب، كيبقى ديما راه النصيب ديالكم في المداخيل. دابا المداخيل ديال هذاك المحل التجاري يقدروا يطالبوا بمحاسبه يعني عن طريق خبير حيسوبي باش يحدد المداخل ديال هذا المحل التجاري ويشوف النصيب ديال الورثه منه، باعتبار هو وارث دابا الان ربما قدر ياخذ اجره ديال التسيير باعتبار انه كيسير هذا المحل التجاري، وان كان ما كاينش عقد ولكن عقد العفو عقد واقعي، كاين عقد كما تودفي كاين، ولكن انه يعني المحاسبه كتكون حسب المداخل، يقدر ياخذ الاجره ديالو ولكن ما تبقي خصو يتوزع على جميع الورثه. نعم. ناخذوا معنا لاله سعاد من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله سعاد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاله كاينه؟ الله يطول لي عمرك لاله، شكرا. سعيد لاله يخطيكم علينا. الله يحفظكم الله يرحمكم ان شاء الله. امين امين الله بارك الله فيك. الله يخليك. انا ارمله عندي جوج بنيتات ووليد. نعم. ومده 6 سنين. نعم. وما داروا معايا حتى شي حاجه الناس ديولي. وعندهم جوج ديون مستافدين منهم. اللي كاريها اللي ساكن فيها اللي كل شيء، والوقت اللي كنطلب انا بحقي وداك الشيء كيقول لي واخا واخا، ولكن كتطلبيه بحقك شفويا ماشي عن طريق المحكمه ياك؟ لا ماشي عن طريق المحكمه. ايوا دابا خصك مادام 6 سنين ما داروا معايا حتى لا دابا 6 سنين راه كافيه مادام 6 سنين كافيه باش هاد الناس انهم يعطيو حقك. دابا خصك تلتاجي تشوفي محامي اللي قريب لك وكتثقي فيه باش ديري دعوه ديال القسمه وتاخذي حق ديالك وحق وليداتك، ما تبقيش تسنى لي انا 6 سنين. واش ممكن نطلب الاستغلال الاول؟ سن طبيعه الحال القسم لا 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 في نفس الدعوه، قسمه واستغلال في نفس الدعوه. غتشوف المحاميه ديالك راه كيعرف لهذا الشيء، غادي يدير دعوه ديال الاستغلال ديال القسمه والاستغلال، وغادي الخبير نفس الخبير اللي غادي يقوم لك الحق ديالك في العقارات غادي يقوم لك هذاك الحق ديالك ديال الاستغلال ديال هذه العقارات في هذا الموديل 6 سنوات بعد الوفاه ديال الزوج ديالك. نعم. ولكن دكتور سعيد هنا كتقول الناس ديالها يعني واش الوالدين باقي عايشين؟ ربما الا كان ملكهم مازال لا لا ديال الزوج الاب ديالهم توفى. داكوغ. هي وارثه الاب يعني كاين انت وارثه في الزوج ديالك يعني كاين ورث اللي ورثوه ديجا. نعم نعم فهمتك فهمتك لاله، غير توكلي على الله. شوفي محامي توكلي على الله سبحانه وتعالى، لانه حرام انك انت الناس كيستغلوا، لانه هذا الارث هو عطاء ديال الله سبحانه وتعالى، ما خصك تحرم من حتى شي واحد، كل واحد هذا حقه عطاه الله تعالى، ماشي يقول لك هذا لا وانت بعيده ولا هذا ولا كل واحد عطاه الله تعالى حقه تاخذي النصيب ديالك الشرعي، والاخرين ياخذوا النصيب ديالهم الشرعي وما يستغلوا انت ما تستغليش حرام، فخصك توكلي على الله لانه 6 سنين راه بزاف. يعني الانسان كيعطي السنه الاولى حتى تندمي الجراح ديال الفراق الى غير ذلك، تهيئ الوثائق الى غير ذلك، هذا هذا ما يتوقعش اتفاق ما يوقعش، ولكن 6 سنوات كثيره جدا. نعم. ناخذ معنا السي هشام من المحمديه. مرحبا بك السي هشام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على هذا البرنامج. شكرا. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. التعاون ديالكم معنا. مرحبا سيدي هذا واجب. عندي واحد الاسئله الله يجازيك خير. تفضل. مرحبا سيدي. السؤال الاول هو عندي واحد بقعه ارضيه. نعم. فلاحيه. وكنعطيها لواحد السيد من العائله كيزاول فيها النشاط ديالو الفلاحي. بواحد الخبزه. ها؟ بالخبزه.
ما عرفتش خلاص. معنا بالنصيب، نصيب كي ياخذ واحد النصيب فيها. لا صراحه بدون مقابل صراحه. يعني الاحسان في سبيل الله. نعم هي ورث عن الوالدين ديالي وما عندهاش وثائق، ودابا بغيتك تسمع كاين شي معاينه ولا شي ديال العون ولا شي. لا غادي تمشي يعني تشوف الشيخ ديال المنطقه تما كيعطيك واحد يعني رخصه، وغتشوف 12 شاهد اللي غيشهدوا لك بان هذا الورث راه ديالك، هذا الارض راه ديالك ورثتي عن فلان، ودير ما يسمى بالاستمرار. كيتسمى استمرار عن طريق عدول، غتشوف شي عدول تما ديال المنطقه باش انه يدير لك هذا الاستمرار. شكرا. مرحبا سيدي. العفو. مرحبا سيدي. تفضل تفضل اسيدي تفضل. كنت سبق لي فيه سولتكم، ودابا وقع لي واحد مع جوج اساتذه، كل واحد كيعطيني الراي ديالو، واضطريت انا باش نمشي لواحد النسخه الرسميه السابع هنا العقل الكراء. كاين فيه يتضمن اشعار الافراغ تحت طائله البطلان، الاسباب التي يستمع لها المشاهد شمول ديال اجل ديال الشهرين. اييه نعم. يبين اشعار الافراغ كيفيه المشار اليه الفصول ومن غير القانون يتلي اجل الشهرين. وفي الباب الثامن فسخ العقد الكراء، كاتبين يعني في عدم اداء واجبات الكرائيه التي حل اجلهم توصل انذار الان. واش خاصني بلا ما تثبت لي انذار مباشرة تدوز المصادقة لإنذار الإفراغ؟ كذا شهرين ده ولا لا؟ لا. بارك الله فيك وشكرا لك. العفو سيدي. مرحبا. مرحبا سيدي بكل فرح. ناخذ معنا مكالمة أخرى، معنا لالا سميرة من مراكش. مرحبا بك لالا سميرة. أهلا، لاباس كدايرين؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك لالا. الله يخليك. سي سعيد. نعم انا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك بخير. انا عندي محل تجاري في 32 متر كاري ياك. اييه. وفي جوج ريدويات. وكبير تبارك الله. ياك. ولكن ريدو انا دايره رهناه وفيه الكرا. اها. ومقسوم مقسوم أنا. مقسوم ياك مقسوم. انا قسمه هو محل كله في 32 متر كار ولا في جوج ريدويات. عرفت. انا مع ما مستعداش نعمره ب 15 مليون ولا 16 مليون. قبضت واحد الطرف الصغيور، ذاك الريدو الصغيور قبضته طرهنو بالكرا، دايره مليون و24 الف ريال في الكرا في الشهر. اييه. ولكن تيجمع عليا فيها خمس شهور، من خمس شهور لخمس شهور تنجدد معاه. ياك. اييه. غير انا مؤخرا وليت خفت، لا واحد النهار بغي نخرجو يقول لك لا. شحال دابا شحال دابا دوز المده دابا؟ دروك انايا الاولاني الله يسمح لي عام وست شهور خرجته، وهذا الثاني تقريبا عام وثمان شهور، بقات لي تقريبا اربع شهور دروك باش يكمل عامين. ولا كمل عامين راه ولا محل ديالو ولا الاصل التجاري ديالو. وخره الكرا. لا وخره، لانه عنده الحق في الكراء التجاري بعد سنتين من ابرام العقد، الا ما كانش العقد عنده اربع سنوات من ابرام العقد. فهذا قانون. كل خمس شهور تنجددوا ديك العقده. واخا غادي يدير بانه كاين استرسال في التجديد ديال العقده. كاين استرسال من الشخص نفس النشاط نفس يعني ما غادي يثبت بانه كاين نوع من التحايل القانون. هو الا ما فاتش يعني سنتين بطبيعه عندك حق تخرجي، ولكن الا فات سنتين راه يعني الا بغيت تخرجي خصو التعويض ديالو عن طريق المحكمه. هكاك. وما نعم. يمكن سميتو ما يبغيش يخرج ليا يولي شاد ليا، واخا داك المحل ديالي ودايره السجل التجاري ديالي وكل شيء، ولكن ممكن هذاك يستغل. ايوا ديري. علاش انت ما تفكريش في طريقه اخرى؟ انت قلتي في البدايه بانك ما مستعداش تستمري واحد 15 مليون او 16 مليون في هذاك المحل. قلبي على شي واحد اللي غتشاركي انت وياه، انت مثلا بالمحل ديالك. نعم تفضلي. انا شويه من النوع اللي معقد مثلا في قطاع العشره. ذاك اللي بغيت نجي انا وياه غادي يولي بحال انا خدامه عنده او لا هو خدام عندي، هو غادي يبدا يفرض عليا شروطه وانا نبدا نفرض عليه شروطه. لا هو غادي. تفضلي لالا تفضلي كنسمع لك. قلت لي داك الشيء علاش انا الاخوان ديالي الزوج ديالي قال لك اللهم هذا كيدخل لك شويه، وفي نفس الوقت انت مره تتحلي مره ما تتحليش، فهمتي؟ يعني هذا هو المشكل عندي انا. شنو هو العيب؟ شنو هو العيب يكون خدام عندك؟ شنو هو العيب؟ ما يكونش يعني حيت انت غتكون شراكه بينات، غتقدري انت يكون الاشراف ديالك باعتبار هو غادي يكون بالجهد ديالو وبالمال ديالو، وانت عندك واحد المقر اللي ما يمكنش يحصل عليه هو، لانه غادي يكون غالي جدا باش يقتني مقر بحال ديالك او عقار ديالك او غير ذلك. فانت ديري هالاتفاق هذا على اساس بانه هاد السيد غتكون معك، ديروا شركه كاع. فكري في الصيغه اللي غادي يقدر انك تطمئني ليها على اساس باش يكون واحد المدخول شهري
وداك الجن ما مدخلش تقسموا بيناتكم، اما تقسموا حتى لاخر السنه، اما تقسموا في 6 شهور، اما في 3 شهور، اما في شهر. شوفي الاتفاق اللي قدر ديري مع هذا السيد شريطه طبيعي الحال خص يكون ثقه، لان يعني حتى ديك اللي كان ثقه راه الله تعالى كيبارك في هذيك الشركه. يعني كاين الحديث النبوي يشارك يقول لك انا ثالث الشريكين، هذا حديث قدسي، انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا كان ثقه يعني مستمره في هاد زوج الناس متيقين بيناتهم وكي شي ما تيخون شي وكاين واحد الوفاء بيناتهم، راه الله تعالى كيبارك في هذاك هذاك العمل ديالهم وهذيك التجاره ديالهم. الا ما كانش راه للاسف كتوخى بعد حين راه كتنضطر، وداك الفلوس نعوذ بالله ما كيباركش فيه الله تعالى. فشوفي شي واحد اللي ثقه وثقي فيه ان شاء الله تعالى، يكون انسان اللي ملتزم يعني تجاريا، ما كنقولش ملتزم دينيا، ملتزم تجاريا بطبيعه الحال، عنده حرفه معينه، عنده امكانيات بسيطه. هاد 25 مليون راه ممكن ان اي اخ او اي صديق اي شخص يعني تعرفيه يقدر انه يهيئها وتعمروا هذاك المحل بواحد التجاره في ذاك النوع اللي في المنطقه اللي فيها انتم، لان خصكم ديروا ليتيود دو مارشي، لان عارفين ماشي غادي ديروا الباب بوش في بلاصه اللي ما فيهاش جامع الفنا بين قوسين، ولكن شي حاجه اللي ممكن انها تمشى لكم في هذيك البلاصه. والله يبارك والله يعاون. امين يا رب. ناخذوا معنا لرقيه من الحجب. مرحبا بك لرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن لاله رقيه نقصر الراديو الله يخليكم بقاي معنا في التليفون. شكرا اختي الله يحفظك. شكرا. انا وسهلا. كنشكركم اختي على هذا البرنامج الزوين القيم اللي كتنوروا به عباد الله. بارك الله فيك. بغيت واحد الاستشاره قانونيه الله يحفظك. تفضلي يا لاله. مرحبا. عفاك استاذ، عندي واحد اختي تزوجات هذه مده 4 سنين مع واحد السيد. ومن بعد داك الشيء المهم جلست معاهم عام، حملات ولدت واحد البنيه. فاش كملات المهم ما كملاتش حتى 40 يوم ما كملاتهاش، جابها عندنا الدار. قال غات جلسي حتى دابا 4 سنين، 4 سنين تزوجات وجابها عندنا هنا في الدار. وجلسات 40 يوم دابا. لا، منين دارت ديك البنيه 40 يوم؟ مازال ما كملاتش 40 يوم، يلاه ولدتها شي 7 ايام هكذا كل الله. المهم دوزوا اسبوع جابها قال لها يلاه نديك عند امك باش تعاونك في ديك البنيه تكبر شويه، حيت هو الام ديالو مريضه شويه واختو خدامه مع كاين زعما اللي يعاونها وهي باقا صغيره. فاش جابها للدار صافي خلاها عندنا. شحال المدة تقريبا بقات في داركم؟ هذه 4 سنين دابا البنية طالعة في 4 سنين. لا دابا لا تبلاتي دابا يلاه تزوج بها البنت ما دارك ما البنت يعني يلاه ما كملاتش يلاه الأسبوع الأول رجابها للدار. جابها للدار. وبقات دابا جالسة 4 سنين ما مطلقة ما والو. ما مطلقة ما حتى شي حاجة. وتيجي يزورها تما. ما كيزورهاش. تيزور البنت ديالو. وتقول. تنفق عليهم. ما كينفق. رفعتوا شي دعوة ديال النفقة. وفعلا دعوه ديال النفقه حكمات حكمات، ولكن فاش جات التنفيذ قالوا لنا خصكم تقلبوا على العنوان ديالو. حنا مشينا عنده للدار ديالو فين كيسكن، لقيناهم بدلوا العنوان. نعم. ومؤخرا قالوا لنا راه كاع مشى للخارج ما بقاش هنايا. اييه. حنا ما عرفناش فين غادي يمشيو ولا ديروا نعم تفضلي تفضلي. نعم سيدي. والبنيه مرضات حتى وصلت واحد ما نقولكش قربت تموت، وصرفنا عليها دم جفنه وباقيين كنصرفوا عليها حد الساعه، مرضات لها الكبده وهذه. ودابا ما بقاتش هما ما كيطلوش ما كيجيوش ما عارفين. مرضات ليها الكبده شنو؟ واش عندها شي مرض مزمن؟ ماشي ليباتيت عندها مرض الكبده، فيها مرض الكبده مره كينوض فيها. لا واش عندها الكبد الفيروسي ولا شنو المرض اللي عندها؟ مسكينه باقا صغيره فهمتي. ودابا حنا ما عرفناش شنو غادي نديرو. ما هاد السيد هذا بلاتي لاله باش نعاون نفكر انا وياك. هاد السيد هذا خدام شي بلاصه؟ خدام قالوا فاش داته هي كان خدام في واحد الشركه. هاد الشركه فين كاينه تما؟ انت اش من مدينه لاله؟ الحاجب ياك؟ انا في الحاجب. هاد السيد في الرباط. وهاد السيد فين كان؟ اش من شركه؟ فين كانت هاد الشركه؟ ما عرفناش حنا بالضبط. اشنو سميت الشركه؟ لا 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 سميت الشركه ما يمكنش. لا ماشي مشكل، ما غادي نديروش الاشهار للشركه، غير سميت الشركه. يعني الا كانت الشركه ما عرفتش انا. انا عرفتك انفعلتي مع يعني بغيت زعما الا كان هاد الشركه غادي نمشي عندهم. لا لا رقيه، لا لا رقيه، الا كنتي مازال معنا لا رقيه خذيها وفاء وتعطيك المعلومات. قولهم لي في ودني يعني. خذها تعطيك المعلومات وقوليها لي انا. او ناخذهم من بعد. لا ماشي مشكل، تبقى معنا في المباشر غير باش ما نوقعوش في شي. حيت ما تكونش شركه ديال الاشهار. وانا عرفت بان تفاعلك تفاعلك انساني. نعم. كنقدروه فيك بطبيعه الحال. نعم. انا اللي بغيت نقصد نرجع رجعنا رقيه. لا وفاء، انا اللي بغيت نقصد زعماك انه. نعم. يعني كاين يعني ممكن انك تقلبوا لي عن طريق العائله ديالو مثلا العم ديالو لا ما عارفينش شي حاجه بهذا الشكل. حنا كانوا سكنوا هنا الشركه ما عارفينش حتى فين كاينه. فاش عطيناهم البنت رحلوا مشاو ما بقاوش هنايا. وحنا ما عارفينش عائلتهم، حنا كاع العائله ديالهم ما عارفينهاش.
وغادي غادي تكملوا الاجراءات ديال التبليغ يعني عن طريق يعني المفوض القضائي، وقد ديروا يعني حتى التبليغ عن طريق مسطره القيم. كاينه عقلي على هذه غتشوفي مع المحامي ديالك مسطره عن طريق القيم، وهذا القيم هذا راه هو اللي يعني هو كاتب بالضبط اللي لانه كيتصل بالنيابه العامه ويقلبوا لي عن يقلبوا عليه عن طريق الشرطه القضائيه. من اللي غادي يلقاوه اكيد غادي يبلغوه بهذاك التبليغ ديالكم، ومن بعد تقدروا تعرفوا العنوان وتنفذوا عليه. نعم. ديري هذه المسطره ديال القيم هي الوسيله الوحيده. الا ما كانش عندكم يعني شي 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 يعني واحد يعني الطريق اللي غتقلبوا بها، الا كانت الشركه كتعرفوا السميه ديال تقد تقلبوا في لوغديناتور ولا في الانترنت مثلا، عن طريق العائله الا ما كانتش، عن طريق اصدقاء الا كان شي واحد كيعرفوا يعني ما عرفتش، الا ما كانش غتمشيو في مسطره القيم وين كان كتخشيو الوقت. ولكن على الاقل انه الا كان يعني غادي يقلبوا بالعنوان ديالو، اخر عنوان الا بدل البطاقه الوطنيه ديالو او كان عنده شي نزاع معين او غير ذلك، غادي يكون عندهم اخر عنوان ديالو، وديك الساعه غادي يمدكم به وتكملوا الاجراءات ديال ديالكم. نعم. في مواجهه هذا الشخص هذا للاسف. لا فعلا للاسف، لانه انسان غادي يولد بنت في اسبوع ويجيبها لدارهم ويختفي عن الانظار، زعما كاش من اش من يعني. ربما دكتور سعيد السؤال اللي تيتطرح هو ملي كتكون حاله بحال هكذا وما عندكش امكانيه انك توصل للشخص. نعم. وكتلقى العراقيل كثيره، يعني حتى انه مازال ما وصلناش لواحد المستوى اللي تكون كلشي انفورماتيزي، يمكن غير بواحد لاكسي معين تقدر توصل المعلومه، او لا تكون واحد المديريه مسؤوله اللي تقدم لك المعلومه ما دمتي قادر انك جوستيفي. انت ما غاديش تادي هذا الشخص ولا كتبحث عليه بطريقه يعني اللي غتادي، وانما كتبحث من اجل الحق. نعم. فربما يعني المعلومه نوعا ما كتسهل مأموريه الاخر انه يتهرب من مسؤوليته، او انه يدير ممارسات غير قانونيه لانه في غياب واحد التواصل اللي يمكن يوصلك ليه. نعم. هو ان كتبقى النيابه العامه بطبيعه الحال، النيابه العامه عن طريق باعتبار لها امكانيات لوجيستيكيه بين قوسين وخاصه عن طريق الشرطه القضائيه، انا عندها الحق وعندها الوسائل باش توصل لشخص معين. بطبيعه الحال ما كيكونش لا ميجور يعني يوميا عندهم العنوان ديال شخص معين، لان قد يختفي شخص عن الانظار يعني بطبيعه الحال في العالم كله. ما يمكنش انك تضبط جميع المواطنين يعني بشكل كامل، صعب جدا. وان كان كاين تقريبا على الاقل عن طريق النيابه العامه كاين واحد تقريبا 7% 80% تقدر توصل للشخص، باعتبار انه كاين جي ديال البطائق يقدر يجدد يعني على الاقل في ابو ديالو 5 سنين مثلا، يبدل مثلا الباسبور ديالو، يبدل البطاقه ديالو على واحد المده معينه، تجديد البطاقه الانتخابيه، القيام بواحد الوثائق معينه، لا قدر الله يوقع عليه شي حاجه ونزاع معين ويدار محضر معين، فبالتالي كدار يعني كيتافيشا الادريس ديالو، فكاين هذه الامكانيه. فهذا عن طريق المحكمه باعتبار كاين ارتباط مباشره عن طريق النيابه العامه، النيابه العامه كتصيفط هذه الارساليه ويتم البحث عليه. فبطبيعه الحال المواطن العادي صعب جدا انه يحصل على عنوان ديال شخص، الا بغى يقول محاوله هو شخصيه يمشي يسول مول الحانوت وهاد الناس فين كانوا ساكن، راه قالوا لي مشاو لهذا العنوان، ويمشي يقلب تما ويسول الجيران. صعب جدا، اولا اهدار الوقت، اهدار يعني حتى الماده، لانه غينتقل الانسان لمدن معينه او مدينه معينه قد تكون بعيده، الوقت ما كاينش، فكتبقى هذه الوسيله فقط ديال النيابه العامه هي. داش علاش دار هذا المسطر ديال القيم او لو كيغاتور اللي يكون انه بحال واحد باحث بين قوسين، يعني كيكون شخص كاتب بالضبط اللي خصو يقوم بهذه الوسائل البحث عن الشخص المتغيب، لانه حتى كتلقى مثلا حتى في برامج معينه سواء في الاذاعه الوطنيه او في الاذاعه او في التلفازه المغربيه او غير ذلك، كيكون هذا البحث عن المتغيبين اكثر من ذلك، حتى كيكون الطلاق غيابي ويتم اذاعته عن طريق الامواج الاذاعات. فصعب جدا كما كتقولي فعلا لا سكينه، صعب جدا توصل لشخص معين، ولكن على الاقل يدير الامكانيات في واحد المده معينه قد تطول، ولكن غتوصل النتيجه ان شاء الله. وعلى اي حال نتمنوا ربي يسر لهم الامور. ناخذوا معنا السي عمر من مراكش. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك استاذ، كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله سيدي بارك الله فيك. كي داير الاستاذ اللي معك حتى هو؟ الله يسلمك. لاباس عليه توا كيسلم عليك. وقالوا لي مراكش فزقات مزيان هذا النهار تبارك الله. ولا سوري الله احنا الجو فيه زهر غير عوينات كالاستاذة. الحمد لله. الله يطول عمرك الله يطول بينا. كنكون كنستافدوا منكم وكنغدو لكم التجربة. بارك الله فيك سيدي. وكما تنساش احنا كنستافدوا منكم. الله يجازيك. لا 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 انا شخصيا لا 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 والله انا نقول لك علاش غاتجيك غريبه، ولكن نقول لك علاش والله العظيم كنستافد من المستمعين. اولا كيجدوني كيجدوا لي المعلومات ديالي، لانني بعض المرات كنكون شي حاجه نسيتها كنعاود نقراها. ثانيا كيدفعوني اكثر انني نبحث اكثر ونقلب اكثر على المعلومه، فهذا نوع من الاستفاده. لما كانش واحد الحافز اللي كيخليه باش يجبديه
انا بعدا قررت نمشي نخدم شويه مع الدكتوره غدوز ان شاء الله ننوب عليك غدوز الدكتوره ديالها ان شاء الله عندي باذن الله انا انكادريها نبدا مره ننوب عليك مرحبا 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 سيدي شنو السؤال ديالكم سيدي تفضل هذا كيف اخي واحد السؤال واخا انتم دايرين هذا البرنامج هذا حول الوثائق التجاريه لا حنا كان مفتوح برنامج مفتوح كان عندي غير مقدمه ولكن اي سؤال في القانون حنا انا مرحبا نحاول وليدات. امين امين يا رب الله يجزاك بخير واحد الحانوت شريتها في 87 نعم شريت فيها الساروت ديالها نعم وملي شريت الساروت اللي حضر في البيع ديالها هو داك السيد اللي كان كاري ورب الملك نعم وهذا الملك شخصي ماشي ديال الدوله لا شخصي اي زيد نعم كمل المهم شريناها شرينا هذيك الوثيقه بقيت في المحل من هذيك الساعه الى يومنا هذا نعم هذاك السيد مولاها كانت مضرة الوثيقة باش كنشراها باه نعم مؤخرا واحد الولد عنده ولا ناض المهم صاوب ليها اوراقها دخلها للتحفيظ جا قال لك اودي الله يخليك المحل نبيعوه ونفرقوا انا وياك الفلوس حنا كاين حنا جوج كاين حانوت عندي انا وكاين حانوت حدايا تدا واحد السيد اخر اييه قال لك نبيعوا هذه البركه انتم شدوا النص وانا شد النص وانا نشد النص اييه قلنا لي اودي حنا هذوك المحلات هما ماناش عايشين ما يمكنناش نبيعوهم الا معنا ما بغينا نطلعوا الشارع شري من عنده نعم قلت لي ما يمكنش نبيعوهم انا عندي ريزوس كوميرس ديالي السيد اللي حدايا ما عندوش اييه المهم دوك هو ناض مشى دعانا تيطلب بانه بغى يبني بغى يهدم ويبني بغى يهدم ويبني ايه ما خير انه المحلات عندهم السواري وعندهم الضاله وعندهم فيهم الضو ديالهم والماء ديالهم والمسائل ديالهم راضيه ناض مشى دار مشى للجماعه دار البلان بانه بيبني عطاوه الرخصه ديال البني ملي ما وافقوا ليهش باش كل محل يدير ليه المسائل ديالو دار ليه الاندماج قال لهم بغيت ندمجوا انا حانوت نعم في الدعوه فرق الدعوه ديالتي انا مع ديال داك السيد باش ما يتلاقاوش دار ديالتي انا في تاريخ وديال داك السيد في تاريخ اييه دوك المهم حكمات المحكمه هو بغى يبيع ما عنده سوق ولا شيء المهم دوك المحكمه حكمات ليه باش يحط لينا 3 سنين ديال الكرا ويبني وهو ما بايبنيش هو نيتو انه بايبيع ويهرب اش الحل هنا الله يجازيك بخير ولكن انتم قبل في الدعوه كنتو تثبتوا بانه هذا العقار راه يعني غير قابل للهدم واش هو يعني بغى يعني عاود يجدو يبني فوقو شي حاجه ولا يبني حدا شي حاجه ولا شنو في البلان دار الهدم واعاده البناء دار الهدم واعاده البناء ودار الاندماج وبناء المحل نيت محله تجاريه نيت لا هو قدر هذا الشيء اللي كاين الله اعلم حيت في القانون عموما انه كيعطيكم الحق انتم ترجعوا يعني كاين واحد المده ديال اعتقد شهر اعتقد او ثلاث اشهر باش انكم تعبروا على الرجوع ديالكم للمحلات الى انه يعني كانت هاد النيه هادي يعني الا كانت مثلا انه بالفعل انه باغي يبني يهدم ويعاود يبني فلكم الاحقيه ترجعوا انتم المحلات ديالكم الا كان انه نوع من سوء النيه فقط الافراغ ديالكم من المحلات من طبيعه الحال انكم غادي ديروا ارجاع الحاله الى ما كانت عليه والدليل انه يعني راه خاد الرخصه لان الرخصه كتكون ما كتفوتش سنه باش انه يعني يبني هاد المحلات يهدم هاد المحلات يعاود يبنيهم ففي داخل سنه الا ما كانش انه يعني قام بالاجراءات ديال البناء فهنا كاين سوء نية وبطبيعة الحال انكم يعني تطالبوا بالرجوع للمحلات ديالكم باعتبار انكم انتم اولى وكنتم ساكنين هذه المده هذه طويله هذه نوع من التحايل على القانون وان كان القانون كيعطيه الحق في هذا الاطار هذا بطبيعة الحال وكاين عنده حتى تعويض ولكن تعويض هزيل جدا ثلاث سنوات ديال يعني اذا كان كاري ب 500 درهم ولا كاري ما يكون تعويض بسيط 200 درهم من 87 غيكون كنتصور غيكون كاري 200 درهم ولا 100 درهم هذه المده هذه كلها فبزيد ثلاث سنين ما تجيش ثقيله ولكن هذا نوع من يعني وقعات في مجموعه للاسف لانه حتى رئيس الجماعه قبل ما يعطي الرخصه انه يتاكد بالفعل وحتى قبل ان المحكمه انها تصادق على الافراغ من اجل الهدم تعاين واش فعلا انه هذا الشخص له نيه حسنه باش انه يهدم هذا البناء ويعاود يبنيه بمواصفات أخرى حديثة إلى غير ذلك وقد يستنفع منه ويستنفع الآخرون أكثر بشكل راقي أكثر وبواحد البناء جيد إلى غير ذلك ممكن هذه الأمور ولكن يشوف نية لأنه إذا كان في البداية كاين هذا الشيء كنتسنى أنه وكان مثلا دعوة في البداية للإفراغ من أجل شيء أو آخر فممكن أنه يعني على الأقل تشوف سوء النية ديال المدعي دكتور سعيد شكرا جزيلا لك وأكيد الموعد متجدد بك بإذن الله غدا جزيلا
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو برنامجكم استشاره قانونيه برفقه الدكتور سعيد نووي ولي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبوله ده محكمه النقد. مازال مواصلين مازال مستمرين معكم مستمعينا. سنرحب بالجميع وبكل اوفيائنا. اهلا وسهلا مرحبا بكم. ارقامنا مفتوحه لكم 0522 46 72 50 او 51 او 52. غادي نمشيو ناخذ معنا لحياه من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله حياه. بارك الله فيك لاله. اهلا وسهلا البرنامج. الله يطول عمرك لاله. الله يبارك فيك لاله. عافاك. عندي واحد جوج استفسارات قانونيه. تفضلي. الوغ عندي الاولى هو ان الزوج ديالي كان شريك مع خوتو مع با في الخدمه. كانوا داروا فايت دونك خدوا المعمل ديالهم وكانوا عاودوا الممتلكات ديالهم. المهم كل واحد خد حقه. نعم. الزوج ديالي انا كان الوالد ديالو كتب له ان شيك. ما فيش لادات في غير سميه ولو مونطون. توس داتي. لا ما فيش لاداش كاع. نعم. دونك دابا دازت واحد المده ديال الوقت اللي هي كبيره بزاف ما بقاش عنده الفلوس في كونت بانكير. باغ كونتر باقا عنده الدار اللي سميتو الوالد ديالو وي. دونك الوالد ديالو دابا توفى واش هذاك لو شيك مازال فالابل يقدر ياخذ به هذاك بطبيعه الحال يدير به حز على العقار ومن بعد يدير البيع ديال هذاك العقار وياخذ النصيب ديالو الا مابغاش يتفاهموا معاه. دونك واخا ما فيش لادات يبقى توجور ايوا بطبيعه الحال وي. شكرا بزاف سيدي. وعندي استشاره ثانيه هو ان الوالد ديالي كان توفى وكانت عنده واحد لاغريمون ديال الطاكسي. مني توفى هذاك السيد اللي كنا كارين ليه لاغريمون بقى خدام بهذيك لاغريمون بواحد الالتزام عند الوالده ديالي كوم كوا راه غادي ترجع لاغريمون في سميتها. نعم. افكتيفمون جات لها لاغريمون في سميتها. مي هو في اونتخ تون بقى خدام بهذيك لاغريمون غير بهذاك الالتزام يعني ما عندوش كونترا جديده. وخدام لاغريمون بسميت الوالد الله يرحمه. دابا لاغريمون اللي خرجت سميت الوالده ملي رجعت عنده قالت له راه غادي نوقف لك هذيك لاغريمون لحقاش راه لاغريمون اللي عندي بغينا نخدموا بها في بلاصه اخرى. هو ما قبلش قال لها ما غاديش نعطيك لاغريمون وما يمكنش لك تخدمي بلاغريمون اللي عندك. نعم. دونك دابا ما عرفناش شنو هي لا بروسيدور اللي خصنا. دابا هي انا بالنسبه لي هذيك لاغريمون ديال ماماك راه ما عندها حتى شي علاقه لانه عاودوا حولوها في سميتها ديال كانت في سميت الوالد ديالك. ياك وي وتحولت في اسم الام ديالك. اييه. الاخر ما عندوش الصفه الان لانه خصو يثبت بانه راه تم يعني التعاقد مع الام ديالك وان كان انه كاين باش يثبت هذا الشيء ممكن يثبت بانه حاولت الحق بانه راه انتقلت هذيك لاغريمون من الاب ديالك للام ديالك. ممكن ولكن هنا اذا كان انكم انتم بغيتوا انكم تستغلوها شخصيا فما عليكم الا انكم تطالبوا بالاسترجاع ديالها وتثبتوا بانه غيكون استغلال شخصي ليكم نتوما ماشي انكم ما تعطيوها لشخص اخر او تكرهوها لشخص اخر. لا حيت كتفهم بان كريوها لشخص اخر واش عندنا الحق نكريوها. الا كان العقد اللي درتو معاه عقد محدد المده سالا اذا خصو يرد لكم لاغريمون ديالكم لانه العقود محدد. نعم تفضلي. كنت ليها دوك الشهريه ديالها كل شهر في الكونت بانكير ديالها يعني واخا كان هذيك المده اللي كان في العقد شحال فيها؟ كانت أربع سنين باش عامين باش ثلاث. ايوا راه خط الا ما فسختوهاش قبل من التاريخ ديال الانتهاء ديالها راه كتعاود تجدد يعني بصفه تلقائيه 4 سنوات اخرى. اذا قبل ما تسالي 4 سنين الثانيه خصكم تخبروه بانكم راه عازمين باش تسترجعوا هذيك الرخصه وتخبروه ولا ما كانش ديك الساعه تمشيو للمحكمه باش انكم تسترجعوا هذيك الرخصه عن طريق المحكمه. نتسناو هذيك 4 سنين واخا هي لاغريمون سميت الوالد الله يرحمه. لانه كاين حواله الحق راه كاين ممكن يثبت هذا الشيء داكشي علاش هذا لو ريسك كاين بانه يثبت بانه راه هذيك لاغريمون اللي كانت عند الاب ديالك راه انتقلت عند الام ديالك لانه حولوها في الاسم ديالها. هذا كاين نوع من الاتفاق كيديروه باعتبار ملي كيتوفى الاب تيحولوها وان كان ان هذيك لاغريمون راه كتكون يعني اسميه تيتخنو من ناتيف من اللي عطوها لي هو اللي خصو يستغلها ما كتورتش ولكن هذا نوع من العمل الاجتماعي كتقوم به الدوله انك يقولوا الام يعني الزوجه غتبقى بدون معيل بدون دخل معين فتيحولوها في سميتها باش تستافد اكثر. اما نورمالمون راه ملي كتسالي هذيك لاغريمون كتنتهي بوفاه او يعني كتموت بوفاه يعني المستفيد منها ولكن مادام الام ديالك راه بحال انا حاولت الحق يقدر يمشي في هذا الاطار والمحكمه تقدر تستمع ليه ولكن كان يبان لي انا راه ما كاين حتى شي علاقه لانه ما ورثاتهاش هي عاود ملكاتها ومنها تصرف ولكن انتم سيروا في هذا الاطار على اساس انكم تخبروه بانكم راه باغي تسترجعوا هذيك الرخصه وديك الساعه ان شاء الله تعالى المحكمه اعتقد انها تقدر تستجيب الطلب ديالكم. ناخذوا معنا مكالمه اخرى. معنا ام سعد من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. لاله ام سعد تفضلي. ام سعد اذا ناخذوا معنا لاله فاتحه من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله فاتحه. الو. مرحبا لاله تفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لالا سكينه كنشكرك انت والسي سعيد الناوي على هاد المعلومات اللي كتزودونا بها. الله يكبر بك لالا. الله ينوركم. هنيئا انتم هنيئا للمرتبه الاولى في الاجتماع. احنا ما كنتفرقوش معكم حتى كنبغيو ننعسوا. الله يطول لينا عمركم. لالا يخليكم علينا الفاتحه. شكرا جزيلا. بارك الله فيك لالا. عندي واحد استشارات قانونيه للسي سعيد الله يخليه لنا. مرحبا لالا. مرحبا. الله يخليك سيدي. انا عندي واحد كاري واحد المحل. نعم. موين واحد ثمن تسبيق اللي دفعت فيه 10 مليون من سنة 2000. ودرت فيه الرسم التجاري ديالي اللي هو عبارة عن وراقة. أصل تجارية. سيدي. وكنت شديت واحد الفترة مدة 15 يوم. كانت عندي الوالدة توفات. ناضت السيدة اللي الملكة بعثني ودرت احتلت على القانون بانني ما كايناش وهضر المحل وهذه. والمحكمه حكمت لها بحيازه المحل. تابعتها قانونيا وحكمت لي المحكمه بارجاع الحاله اللي كانت عليها. نعم. ابتدائيا واستئنافيا. نعم. ناضت السيده. مهم دخلت بحال اللي راه طرف ثالث وان المحكمه حكمت لي كما قلت لكم استئنافيا. طرف ثالث شنو دارت؟ شي واحد كره هذاك المحل؟ دارته في الاول كره واحد المحل شويه او ثاني قالت لا راه شركه اخرى هي اللي كراته. المهم المحكمه التجاريه بثات استئنانيه بان المحل يرجع ايدت الحكم الابتدائي. نعم. هي من بعد خرج لي التنفيذ. جا مامور التنفيذ ينسق معايا. لقد صعوبه لا فتيحه اذا ربما انقطع الخط دكتور سعيد. للاسف انا فهمت يعني ما يقع في هذا يعني هذه الحالات لانه 15 يوم حق غير كافيه لانه باش انه يتم استرجاع محل في ظرف 15 يوم. ربما المده كانت اكثر لانه كاين اجراءات معينه كتقدم استرجاع المحل من طبيعه الحال. كدير معاينه عن طريق مفوض قضائي وتثبت بانه المحل مغلق. من بعد انه كدير معاينه قضائيه. من بعد الان اصبح عن طريق الشرطه لانه وقع مجموعه من التحايلات. فكان قبل انه استغناوا على البحث ديال الشرطه فالان دابا رجعوا انه اصبح يعني رؤساء المحاكم انه كيصيفطوا يعني البحث عن طريق يعني الشرطه باش يثبتوا فعلا هذاك المحل المغلق. وكيجي تم المعاينه عن طريق القاضي يخرج ويعاين هل في ذلك المحل حياه معنى حياه بانه واش ما كاينش العشاش ديال البوبرايس واش ولا ديال الرتيله ولا واش خدام ما خدامش حدا يتاكد بانه بفعل المحل راه مهجور. عاش كيتم الحكم بارجاع المحل ولكن كتبقى هذه مساله مؤقته بان الارجاع ما كيكونش نهائي باعتبار انه ما كتفسخش العقد لانه بعض الاحيان كيتم ارجاع المحل وكيبقى انسان كيستغل وكيجي من بعد صاحب المحل وكيسترجعوا ليه. علاش؟ لان العقد باقي ضروري باقي سالم فعلي. خص ملي يتم استرجاع المحل خاصي دار فسخ العقد ديال الكراء وتما تيولي ارجاع نهائي جدا. هذا نوع من التحايل اللي قالت الاخت حسب الاقوال ديالها. فاللي وقع انه كيجيو كيعطيو يعني كيكريو لشخص اخر ثالث بانه انه حسن النيه طبيعي الحال كيكريو وبالتالي هذاك الحق او يعني المكتري حسن النيه تيقول لك انا بحسن النيه كريت انا ما عرفتش هذه المعطيات كل هذا. وان كان يثبت المحكمه بان هناك نوع من التحايل لان كاين تحايلات كثيره جدا كتوقع في هذا الاطار هذا. اذا ثبت المحكمه فكيتم افراغه كذلك باعتبار انه سيء النيه لان كاين واحد نوع من التواطؤ بين قوسين بين المكري والمكتري. علاش؟ لانه حتى يتم يعني قطع الطريق بين قوسين على المكري المكتري الاصلي اللي كان كاري لانه من غير يلقى صعوبه تنفيذها. واش كانت غتقول لنا وقيله انه مباشره انه ملي جا العون ديال المحكمه لان هما اللي مسند لهم الافراغات من او التنفيذات في اطار ارجاع الحاله الى ما كانت عليه فغادي يلقى بانه كاين مكتري اخر غادي يحرر محضر استحاله التنفيذ وغادي يحيلوا على رئيس المحكمه. وكاين هنا ممكن يطعن طبعا بانه ما كاينش صعوبه في التنفيذ باعتبار ان راه كاين نوع من التواطؤ اللي خصها تثبتوا ما بين المكري والمكتري او المالك اللي المكري ديال هذاك الاصل التجاري باعتبار انها هي عندها اصل تجاري لانه بقى الان يعني مستفيده من الاصل التجاري. وحتى لما كانت هذه الحاله على الاقل تطالب بالتعويض لانه المقابل بين قوسين افراغها بدون وجه حق انها تطالب بالتعويض عن افراغها من المحل وضياع الزبائن ديالها وضياع مع يعني المحل ديالها والتجاره ديال الى غير ذلك. واعتقد انها مشات في الاطار الا ما كانش يعني غينفذوا لها بارجاعها الى المحل ديالها على الاقل ان التعويض ممكن انها تدير حز على هذاك العقار بين قوسين الى ان تستوفي حقها من التعويض. نعم. ناخذ معنا مكالمه اخرى دكتور سعيد. معنا ام مروه من الرباط. مرحبا بك لاله.
وي لالا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لا لا امبركم سعيده على المرتبه. بارك الله فيك. شكرا لا لا اختك لالا شكرا جزيلا. بغيت الاستاذ نستشر مع واحد. تفضلي. مرحبا لالا. مرحبا لالا. الوالد ديالنا الله يرحمه تزوج بمرأة ثانيه ومرأة ثانية بقات معاه حتى كتب دار ليها عمرة لواحد الدار اللي هي ساكنة فيها. اييه. ملي دار ليها عمرة في 2010. ودابا مني بغى يحول ليها بغات بقات معاه بواحد المدة ما شاء الله العلم كي تصوبات معاه دار ليها هبة. وهب ليها الدار. وهب ليها الدار ولكن النهار الموت ديالو النهار اللي دار ليها هبة. ما كان مريض ما والو. هو كان مريض. كان اوسبيتاليزي شي 20 جوغ. نعم. فداك لي جوغ اللي هو خرج بدو جوغ توفى وفداك لي دو جوغ دار ليها هبه. نعم. وتسجلات في المحافظه هاد الهبه. تسجلات في المحافظه وكل شيء. نعم. دابا هادي سي موا باش توفى مني توفى بدينا تنشوفوا الوراق وداك الشيء حطت لينا الورقه ديال الهبه. نعم. ما عرفش دابا ديك الهبه واش يمكننا نسقطوها. هي ممكن امكانيه لانه حتى يعني هي وارثه دابا الان بطبيعه الحال انها وارثه مع باقي الورثه وحتى الاباء الا كانت غيجوزوها باقي الورثه واذا اثبت فعلا انها كانت هبه بجميع الشروط ديالها الحيازه الى غير ذلك فبالتالي حتى الحيازه بشكل قانوني راه غير مكتمله وان كانت تم تسجيلها مباشره يعني خص واحد الحيازه هادئه واحد المده في حياه يعني في حياه الواهب فانا اعتقد الشروط كلها غير متوفره فممكن تشوف اطار ديال ابطال هذه الهبه هذه باعتبار الشروط القانونيه غير قائمه على حسب المعطيات اللي قلتي وبالتالي انه ممكن ابطالها وبالتالي كتبقى هي وارثه ترثه مع باقي الورثه. نعم. وهو ما ولدش معاها. ولكن غتبقى وارثه واخا ما ولدش معاها غتبقى وارثه. غادي تبقى وارثه معانا. بطبيعه الحال. نعم. ناخذ معنا مكالمه اخرى معنا السي مصطفى من قنيطره. مرحبا بك السي مصطفى. الله يرحمك يحبك بخير. مرحبا سيدي تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال استشاره قانونيه. تفضل سيدي. استاذ ناوي سلمان. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عندي واحد المحل كنت اكتريته في 2009. اييه سيدي. وهو ما كاينش في البلان ماشي قانوني. اييه. وتندير فيها انا الماكله دابا هكذا وبغيت نشونجي لاكتيفيتي بغيت نديرها بغيت نردو بغيت ندير الماكله كنت ندير المحلاوه وبغيت ندير الماكله. والعقد ما فيهش شي حاجه اللي مشروطه عليك العقد اللي درتي مع مول هذاك المحل ما كاينش شي حاجه اللي يقيدك بها خصك دير الماكله ولا ما ديرش الماكله ولا دير هذا ولا دير هذا ما كاينش. ما مقيدنيش بها ممكن تبدل النشاط. نعم تفضل. فاش كان مشي البلديه باش نشد الرخصه كيعطيو ما يعطيوهاش لي ما تيبغيوش يعطيوها لي حيت المحل المحل ماشي قانوني ايوا هذا هو المشكل. فاش كنطلب لمولات المحل بيرمي دافيسي باش نطلع انا ورقي باش نخدم ما كتبغيش تعطيني البيرمي دافيسي وكتقول انت راه بانيه هي عشوائي. دابا هذا بناء عشوائي بطبيعه الحال ماشي عشوائي هو المحل بوحدو اللي خارج ماشي اي هذا المحل اللي هي المحل اللي انت فيه عشوائي ماشي ما مبنيش يعني عن برخصه عطاتها الجماعه والبلديه باش انها تبني هذا المحل غير خرجاته ربما يكون مثلا سفلي وحيد هرساته دارت كراج وخرجاته محل مثلا هو غير قانوني فهذا عشوائي لانه ما كاينش في البلان كما يقال فبالنسبه لهم هما ملي كتمشي للبلديه كيقول لك هذا المحل ما كاينش عندنا حنا كاع اصلا ما كاينش في البلان ما كاينش هذا المحل طبيعي الحال ما يعطوكش رخصه باش تمارس فيه فهذا نوع من الادفاء ديال الشرعيه بحال غادي يعطوك الشرعيه لهذاك المحل راه محل راه قانوني وانه عنده تواجد قانوني بمواصفات القانونيه وانه حصلت على رخصه باش انها تبني هذاك المحل وتكريه للغير فانا اعتقد الى كنتي غير بغيت تستافد راه ممكن تستافد لما ان البلدية ما قامتش بالهدم ديال هذا المحل او مطالبة الشخص باغلاق او اعادة الحالة لما كانت عليه كما كان في البداية او يعني مثلا ان تحكم عليها بغرامة على الاقل او غير ذلك فانت ممكن انك تمارس التجارة ديالك ديك الساعة شوف يعني التجارة اللي ممكن انها تكون مقبولة ويعني وما يمكنش انك تتعرض للعقوبات معينة. نعم. ناخذ معنا مكالمة اخرى معنا لسناء من طنجة. مرحبا بك لسناء. شكرا. أنا وسهلا تفضلي لالا. استاذ ناوي. وي لالا. لاباس بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. عرفتك عن واحد الاستشاره بين واحد
الأسرة القانونية بخصوص المجال الجنائي إذا كان ممكن. مرحبا. الأب ديالي عروشاش في هذه 20 سنة. أيه. وبغينا نعرفوا مدة ديال التقادم. وشنو كان هو شنو كانت شي جناية ضرب شي واحد قتلو شنو وقع؟ قضية ديال المخدرات. وتحكم عليه؟ 12 سنين تقريبا في السنة. وكان داز في الجناية تعتقد ولا في ابتدائي؟ حيت كاين بعض العقوبات واخا كانوا ابتدائي كاين حيت كاين الظهير اللي تنضم يعني للزجر عن المخدرات راه كيقدر يوصل حتى ل 10 سنين بطبيعه الحال ماشي نتصوروا فقط راه كتكون الجنايه كتكون 5 سنوات فما فوق فبعد الاعتبار انه كاين تقدر يكون حكم ابتدائي وتحكم عليه ب 10 سنوات واش كان حكم ابتدائي ولا جنايات؟ 10 سنوات تحكم عليه في ابتدائي ولا في الجنايات؟ ما عنديش المعلومه بالضبط. إلا كان الابتدائي راه 5 سنوات كتقادم العقوبة، إلا كان سميتو في الجنايات راه 20 سنة. 20 سنة نعم. تقريبا دابا 20 سنة بالضبط من الوقت اللي تحكم عليه. إيوا خصك تحسبوها من تاريخ يعني تاريخ صدور الحكم، يعني تاريخ صدور الحكم من تاريخ ديال صدور الحكم كتحسب العقوبة من ديك الساعة أو التقادم كيبدا من ديك الساعة يعني صدور الحكم النهائي. يعني من اللي غادي يولي الحكم نهائي ديك الساعه كيبدا الاجل ديال التقادم ديال العقوبه ملي كتولي عقوبه نهائيه. وشنو الاجراءات اللي يمكننا نعملو فهاد؟ ودابا خصو يدخل باش انه يقدم راسو بطبيعه الحال واللي غيتقدم غيحل المحكمه، ولكن المحكمه اللي غتبرئه هي اللي غتقول بانه سقوط يعني المتابعه باعتبار انه تقدمت العقوبه، فما يمكنش هكذاك تلقائيا لانه ممكن يتعتقل لداز في حدود يعتقلو غادي يقدموا النيابه العامه غادي تحل المحكمه غيتحاكم بطبيعه الحال، ولكن غيتدفع بهذا الدفع بانه راه العقوبه تقدمت وبالتالي انه يستفيد من هذا السقوط هذا. نعم. ناخذ معنا مكالمة أخرى لرشيدة من فيكيك. مرحبا بك يا رشيدة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليك يا أستاذ؟ لاباس الحمد لله. لله الله يبارك فيك. الله الحمد. الله يعطيك الخير ولدي. غادي نسولك على واحد السؤال. مرحبا لله. مرحبا مدام تفضلي. بارك الله فيك. أنا أرملة عندي 3 الوليدات. وحنا هاد الجهة ما عندناش الجامعة. ما عندكمش كلية الجامعة؟ لا الجامعة ما عندناش. إيوا وبغيت نمشي للبلاد اللي فيها الجامعة قريبة أنا وجدة وبغيت نرهن، ولكن ما عرفش المسألة ديال هذا الرهينة وهذا الشيء ما فهمتش. لا هو العرف تيرهنوا الناس راه في مجموعه عند المناطق في المغرب هذا الشيء معروف عندهم تيرهنوا. علاش كيرهنوا؟ باش تكون هذيك القيمه ديال الكراء كتكون قليله شويه. هذا هو علاش كيرهنوا الناس. وان كان فيها بزاف الاراء انا هضرت فيها شحال هذه. انا كنقول لك اذا كان عندك امكانيات ماديه باش تدي الكراء او انك تشري مثلا في واحد السكن اجتماعي او سكن اللي قدر عندك امكانيه ماديه تشري يكون احسن. ما كانش يعني كنتي مضطره انك ترهني لانك بغيتي هذوك الفلوس يعني ترجعيهم من بعد، وما كيكونش المساله مضمونه 100%. راه شحال واحد رهن ومشاو ليه فلوسه لانه قدر الاخر يقدر مثلا يكون كاري مثلا شرى هذاك العقار عن طريق مؤسسه بنكيه وما اداش القروض او الاقساط وكيتباع هذاك العقار، والاخر خص تقلب عليه كيكون مشى لشي مكان اخر. فماشي 100% راني كنضمن هذاك الحق ديالي. فانا رايي الشخصي الا كنتي انك عندك الوليدات غادي تديهم وعندك امكانيات فاحسن انك تكري بواحد الصومه يعني اللي تكون في المستوى ديالك وما تضريش، او انك تشري، او انك الا كنتي مضطر باش ترهني توكلي على الله سبحانه وتعالى. استخري الله تعالى الحاجه اللي اطمئنيتي لها توكلي على الله. نتمنى ربي يدير لها اللي فيه الخير. ناخذ معنا ابو علاء من اكادير. مرحبا بك يا سيدي. الو السلام عليكم. بارك الله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يحفظكم. بارك الله فيك استاذ سعيد ناوي. عفاك واحد السؤال عندي. الله يحفظك. مرحبا. مرحبا سيدي. بارك الله فيك استاذ سعيد. الله يحفظك. شنو كيقول القانون في هكا انسان ما احترمش علامه قيس وتسبب لشي شخص بشكل صور انسان راجل ولا راك في دراجه خصو يعتقلوا هذا ما احترمش قيف وضرب واحد وضربه مهرس لي رجله ولا ما يحتقلوش. نعم الله يحفظك استاذ سعيد. بارك الله. هو غير باش نهضر معاك. هو يعني بالنسبه يعني القانون السير كاين فيه عقوبات سالبه للحريه، وان كان انه كاين واحد نوع من التساهل
يعني انه المحاكم ولا القضاة عموما الله يجزيهم بخير انه كيراعيوا الظروف ديال 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 السائق. الانسان اللي مثلا بدون ما كانش سوء نية او وقع شي مهم شي حاجه يعني كان سوء يعني التحكم في السياره او وقع شي حاجه سهو او داز وقدر الله سبحانه وتعالى, بخلاف الا كان الانسان مثلا في حاله سكر مثلا فالمحاكم ما كتسهلش معاه بحال الانواع, يكون سكران مثلا وغادي يسيق السياره وخرق يعني العلامه تقيف مثلا ولا الضوء الاحمر وضرب شي واحد وقدر الله يقدر يتوفى لا قدر الله سبحانه وتعالى او توقع ليه كسور او اضرار معينه, فما كيتسهلوش معاه لانه كان في واحد الحاله اللي غير طبيعيه. فالشخص اذا ممكن انه كان في هذا ما انتبهش ليها ما شافهاش او كان واحد نوع من ظروف معينه كيسموها ظروف التخويف, كيكون واحد نوع من يعني كتكون عقوبه غير سالبه للحريه, كتكون موقوف تنفيذ. فحتى مثلا كتكون مثلا لا قدر الله كتكون وفاه وكيكون الخطا ديال الاخر ديال يعني الضحيه كتكون الخطا ديالو, ما تيكونش الاعتقال من طبيعه الحال, تيكون فقط العقوبه اللي كتكون موقوفه التنفيذ. ولكن في حالات كثيره جدا الا كان الانسان غادي بواحد السرعه قويه جدا ويعني تجاوز علامات قف اللي خصو يوقف فيها وجاي مثلا واحد في ممر الراجلين داز من مرة ممر ديال الراجلين وضربوه, فمن طبيعه الحال كتكون العقوبه شويه كيسحبوا ليه رخصة السياقة لأنه ارتكب يعني جنحة, وكذلك أنه يقدر أنه يعني يعتقل أو أنه على الأقل أنه يحكم بواحد العقوبة موقفة التنفيذ وغرامة كذلك من طبيعة الحال, وحتى التعويضات اللي كتأديهم شركة أمين عن يعني السائق. نعم, ناخذ معنا أم سعد عفوا من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا. الله يبارك فيك. شكرا اختي, شكرا لكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك. مرحبا لالا. عافاك بغيت نسول الأستاذ الله يجازيك بخير. تفضلي. مرحبا لالا. مرحبا. الله يبارك فيك الأستاذ. أنا يا عندي واحد المشكل, أنا وقع لي واحد الاعتداء من طرف اللوس ديالي, ضربني وتعدى عليا ومشيت درت الشكاية ديالي عند البوليس هما اللي جاو داوني حيت كان محتاج لزني ما خلانيش نخرج. والبوليس قالوا لي سيري ديري شهادة طبية. فعلا درتي. شكون هذا قلتي؟ مش الزوج ديالي؟ لوسها لوسك اللي كان محتاج لزك. وتكرفس عليها وضربني خرج الزوج ديالي برا وانا احتجزني وضربني وتكفت عليا مزيان. تبارك الله عليه هذا. كملي. وهزونا البوليس انا ويا جاو البوليس دفعوا الباب ودخلوا وهزونا بجوجنا داونا. هم اللي داونا قال لي الضابط سيري ديري شهاده طبيه. فعلا مشيت درت شهاده طبيه تاع 30 يوم. جبتها وبقيت كنطلع ونهبط في الاخر طيبوا لي الملف ديالي دفعوا المحكمة. وملي سولت المحامي ديالي دابا قال لي الملف في الحفظ. انا ما فهمتش. بغيت تفهمي شنو هي في الحفظ؟ الحفظ هي انه كيقول لك راه ما كاينش عناصر تكوينيه للجريمه اللي متابعه داك الشخص, ما كاينش اثبات, ما كاين حتى حاجه, وكيحفظوا الملف في النيابه العامه. كتحفظوا معناها ما كتحيلوش على المحكمه باش يتحاكم داك السيد. ولكن المعطيات اللي قلتي لي خطيره جدا, يعني خصو يعتقلوا هذا السيد, لان خصو يتعتقل على حسب المعطيات, خصو يتم اعتقال ديالو وتم المحاكمه ديالو جنائيا باعتبار ان الجنحه ديال الاحتجاز راه جنائي, عقوبه يعني جنايه اللي خصو يتحال على الوكيل العام المالك ويتم الاحاله ديال المحاكمه في اطار يعني الجنايات. ويعني ديك الساعه كتقدمي كطرف مدني باش تطلب التعويض, لانه يحجز امراه لا علاقه له بها, يعني وان يكون يعني قريبه من علاقه القرابه ولكن ما عندوش حق ان يحجز امراه وكذلك انه يعتدي عليها. فما كاينش يعني عنصر الحفظ كيفاش تحفظ الشكايه ما فهمتش, لانه كل العناصر كلها كاينه. الا ما كاين جوج الحوايج غتمكن ديريهم, اما انك تطالبي باخراج الملف او الشكايه من الحفظ ويتم الاستماع مثلا بعد الشهود او غير ذلك, تمشي تطالع على القرار ديال الحفظ ديال السيد وكيل الملك اشنو فيه, علاش بنى على هذا الحفظ هذا, وتطالب بالاخراج من الحفظ باعتبار ان تقدر تكون شهود او شي حاجه باش ياكدوا الواقعه. ثانيا انه الا ما كانش عندك الحق دير شكايه مباشره لرئيس المحكمه او ديرها مباشره يعني للسيد قائد التحقيق في محكمه سيناء باعتبار انه الجهه المؤهله باش انك تقدمي الشكايه ويتم الاحاله ديالها على الغرفه ديال او على الجنايات من اجل المحاكمه. فعندك هذوما الوسيلتين, او ديرها الا كان ما كانش يعني الاشياء يعني ما غاتاخذش واحد المسار معين او فقط يعني كنوع من الاتحاد, لاش ديري شكايه مباشره مثلا يعني لرئيس المحكمه, ربما قد يعتبرها عدم اختصاص او يعتبرها راه مختص في البت في هذيك في هذه الجنايه هذه بين قوسين, وهذه الجنحه اللي ربما يعتبرها جنحه او الى اعتبرها جنايه غادي يقدر يتم يعني الحكم عدم اختصاص وخصك تمشي للمحكمه ديال الجنايات. نعم. ناخذ رساله كتقول بقعه انا مساهمه فيها بالنص, ما هي بسميت واحد اخر وبغيت ندخل شركه قانونيه شخصي ندير, سمعت عقد هبه وعقد صدقه وعقد شراكه, النصيحه شكرا. عقد شراكه احسن.
نشي كامل انه اللعيبه ما تكونش عندها علاقه مباشره وصداقه، ولكن عقد شراكه بان الدخول مع النصف هذا العقار دير شراكه، يعني هي ماشي شراكه بين قوسين، ولكن غتشري نصف على المشاع، غتشري النصف ديال هذاك العقار على الشياع وتصبح مالكه على الشياع. فهذا هو اللي ممكن انها دير عقد بيع تشري من عند هذاك الشخص اللي غادي يبيع عليها الحقوق ديالو مشاعه في هذا العقار هذا باش تكون مالكه النصف ديال العقار. نعم، ناخذوا لاله فاطمه من سيدي قاسم. مرحبا بك لاله فاطمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عندي جوج الاسئله نعطيك الصحه. تفضلي يا لاله. مرحبا لاله. عطاك واحد خويا فلف لواحد السيد 60000 ريال ما عطاهاش لي ودفع الشيك. عطا شيك كضمان ولا شنو؟ دفع البوليس. اييه زيدي. ودابا بغى يعرف واش زعما يتحكم بخمس سنين ولا شحال بشحال، حيت المبلغ ماشي بزاف قليل. اي ما يكونش 50 هي اقصى عقوبه، ولكن الى ادى الشيك راه ما تيدخلوش للحبس، يعني تيحكموا عليه بالسجن. الا ما اداش تيحكموا عليه، ولكن حسب يعني قدر تكون يعني اقل سنه هي اقل عقوبه هي سنه، ولكن قدر تكون 3 شهور 4 شهور حسب القيمه كما قلتي. انا القيمه ديال الشيك يعني قليله جدا 3000 درهم، وان كان عند شخص معين تقدر تكون كبيره بزاف، ولكن العقوبه راه كاينه الا ما اداش كيدوزها كما يقال انه كيتم الحبس ديالو في يعني في السجن المحلي. مرحبا. سؤال اخر. مرحبا لاله. وواحد السيد كنا دايرين عليه دعوه الافراغ الاداء والافراغ ودابا باقي دايرينها باقا غدا، وفي حالتي لما اداش لينا هو موظف عاد غنديروا دعوه اخرى ديال الحجز على الماندا ديالو. ملي يخرج الحكم الا ما بغيش نفذ لكم مباشره عندكم نحزوا على الماندا ديالو على السياره ديالو ولا عنده على عنده على الماندا. ايوا عندكم تحزوا عليهم بطبيعه الحال عندكم. نعم. نديروا دعوه اخرى. لا بهذيك راه بهذيك غير التنفيذ كديروا دعوه ديال الحجز على واحد الامر كتاخذ امر بالحجز، اما الدعوه راه عندكم الحكم اللي سند اللي خرج به الاداء ديال المبالغ ديال الواجب ديال الكراء راه كاين. نعم مرحبا لاله فاطمه شكرا جزيلا. مرحبا لاله. مرحبا. غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى معنا لاله صوفيا من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله صوفيا. وي السلام عليكم اسلاله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله يطول عمرك. الحمد لله كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. بارك الله فيك لاله. عافاك الله يخليك. عندي استشاره قانونيه. تفضلي لاله. وي سكو بابا باقي عايش في الحياه ونضع عطاني هبه انا واختي ارض. هذيك الارض مستغلها واحد جالس فيها هكاك اشنو داير بحال سو ديزون ميكانيسيا. مشينا حاولت انا واختي نتفاهموا معاه خروج مع هادي ما بغاش ما احتلها هكذايا. صافي المره الاولى المره الثانيه ما دوزناها درنا قضيه درنا المحكمه. دعوه فوالا ربحناه في الابتدائيه خرج لينا طرد محتل. نض هو نض عنا في عاود دارها استئناف دارها في قضيه في استئناف. الجلسه الاولى سته دابا وصلنا للجلسه السادسه هو ما كيحضرش لا هو لا المحامي. ايوا بلغوهم خصكم تبلغوهم. نبلغوا شكون القاضي؟ لا تبلغوا انتم هذاك اللي استانف هو ياك هو اللي دار الاستئناف. هو اللي دار الاستئناف. ايوا انتم سهروا على الاستئناف خذوا يعني الاستدعاء من كتابه الضبط وشوفوا مفوض قضائي ويعطيو هذاك الاستدعاء وغادي يمشي يبلغوا وملي بلغوا يعطيكم شهاده تسليم بانه راه تبلغ وديك الساعه ما حضرش راه الملف كيولي جاهز وكتحكم فيه المحكمه. فانتم خصكم تجهزوا الملف. احنا الجلد الملف عندنا كلشي جاهز. لا هل التجهيز اللي كنقصد انا هو انكم خصو يتبلغوا حيت المحكمه ما يمكنش انها يعني تحكم في غيبه الاطراف. غيبه الاطراف بطبيعه الحال تبلغهم باش يجيو ولكن خصهم على الاقل يتبلغوا والا ما جاوش ديك الساعه كتحكم المحكمه ما كتبقاش تسناهم لانهم هما اللي ما جاوش كما يقال هما جامو على الحضور. نعم حيت سورتو هو اللي دار القضيه. وييه راه قدر يدير الاستئناف راه كيدار الاستئناف حيت الاستئناف فين كيتوضع؟ الاستئناف كيتوضع في المحكمه الابتدائيه والمحكمه الابتدائيه هي اللي كتحيل ملف الاستئناف على محكمه الاستئناف. فهنا ما يمكنش يتبلغ هنا خص كيتحال كيتعين خصو ضروري يتبلغ حيت انا ما تبلغش ما يمكنش انا المحكمه تحكم في الملف. حيت اونتخ طون اسمح لي عافاك تلقى المحامي ديالو مع المحاميه ديالنا وقال لها زعما واش نقدروا نديروا زعما نتراضوا بعضياتنا بالفلوس ولا بشي حاجه. اي مزيان صلحوا خير الا كنتوا غتصالحوا تنهيوا النزاع حبيا مزيان ما كانش خصكم تجهزوا الملف باش يتحكم في محكمه السناف ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد ونتلاقى ان شاء الله غدا بارك الله فيك. ان شاء الله العفو. شكرا لك سابر فوندار فقسين عليهم في الشكوى الوحيد المحمي جنائيا. نعم. باعتبار انه له واحد الصيغه هذاك الشيء علاش ما كيعتبروش بعض الاشخاص انهم من الاوراق التجاريه تيقول الاوراق التجاريه والشيك باعتبار له طابع خاص. نعم. يتعامل به الكل وله واحد القيمه قانونيه وحتى ان التداول ديالو واحد التداول سهل جدا الى غير ذلك. هذا الشيء علاش انه يعني المشرع اضفى هذه الحمايه الجنائيه وان كان في فرنسا
يعني الشيء غير مجرم، كنقولها الشيء غير مجرم في فرنسا، ولكن إذا أثبت الشخص المستفيد بأن هناك سوء نية في إصدار ذلك الشيء للإضرار بالشخص آخر، كتكون بطبيعة الحال عقوبة جنائية. أما في الحالات العادية ما تكونش أنه المتابعة. نعم. وفي حالة اللي كانت لكم بيالة وما ويعني دار إنسان هذاك الحجز وما كان علاش يحجز، هو دار الحجز ما زعما ما كان علاش يحجز، هذا القصد ما كان علاش يحجز بقى هكاك. إذا ما محمياش بواحد مسألة كبيرة، خلاف مثلا الشيك. هذا هو علاش الناس التجار كلهم كيعتبروا الشيك أنه وسيلة ديال الائتمان، تبقوا يداولوه بيناتهم، تعطيه ليه بدون تاريخ أو تاريخ سابق أو لاحق أو غير ذلك، تبقى باش أنه لأنه عنده واحد الحماية من اللي غادي يدفعوا ليه، غادي يجي ويعتقلوه. والإنسان أغلى شيء اللي يمكن أنه يدافع عليها بحياته ولا بأي حاجة هي الحرية دياله. نعم. فبتلك يحس بأنه راه ممكن أنه يعرض للاعتقال ولا للسجن واحد المدة معينة، فبتلك أنه كيف يفضل أنه يمشي يتعامل بالكمبيالة وما يتعاملش بالشيك. أكيد مازال مستمر معك دكتور سعيد، نبقاو مع هذا الاقتراح لإليسا لولا الملامة وراجعين نستقبلكم مستمعينا الكرام، بقوا معنا ما تمشيو فيه. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد نويب اللي هو أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. مازال مواصلين مازال مستمرين مستمعينا الكرام في استقبالكم، في استقبال مكالماتكم على 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52، وغادي نمشيو ناخذوا معنا مكالماتكم. معنا السرحال من الولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بك السرحال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على الأستاذ. الله يبارك فيك سيدي. الله يجازيك فيكم بخيركم منورينا. بارك الله فيك سيدي. الله يخليك. عندي واحد القضية ديال الزوير. نعم سيدي كريم، واحد سيد محل تجاري. هنا فين؟ في المغرب. زيد. كريم لي هذاك هذا ما كيخلصنيش، درت لي إنذار. إيه. على طريقة المحامي. إيه. اللي درت ليه الإنذار خلص لي 4 شهور وثلاث شهور زور لي التواصل ديالها. ودلا بهم ودلا بهاد الوصولات. إيه ودلا بهم المحكمة هذوك الوصولات، وهذوك الوصولات لا من قريب ولا من بعيد ما كيشبهوش لي الكتابة ديالي نهائيا. وما طلبتوش الزور الفرعي؟ احنا طلبناه. ايه زيد. وتعين الخبير اللي غادي تعين الخبير ضدي. الا كان ضدك غطلب واحد اخر. لا المهم. نعم. الخبير ضدي والمحامي ديالي جاني تلخر واعطاني الانسحاب عن القضية. دير محامي اخر. درت محامي اخر زيد. والمحامي اخر تا هو جابني تلخر تا هو وتخلى. وعلاش علاش هادو كلهم عني ما بغاوش ينوبوا عليك السي؟ اييه كاين تدخلات. الاول المحامي الاول عطيتو 80,000 ريال، والمحامي الثاني كذلك، وانا هتواصل فيهم غير 48,000 ريال. وخلص الخبير ب 60,000 ريال. الخبره من طبيعه الحال، ولكن راه من بعد كطلب التعويض لو ان الخبير نوخ. كمل. حتى من الاستئناف هو راه غادي يدير. انا دابا كنت سالو 48,000 ريال وقد يخلص عليه 1.5 مليون اللي خسرته. لا ولكن انت ما مشيتيش في هذا الاطار، انت ربما مشيتي في المبدا ان هذا السيد اللي زور عليك وتدعى بان راه هذوك الواجبات ديالك راه تاداو. هنا فين يعني بقى فيك انت يعني المساله، بقات يعني مساله مبدا انك مشيتي تخدمتي بهذيك الدعوه ديال الزور الفري باش تثبت بان بالفعل هذا السيد راه ما خلصكش في هذوك المده. ماشي مساله القيمه، يعني بعض الاحيان ان القيمه كتفوق او تقل عن المبدا، ولكن المبدا كيبقى هو اللي راسخ. الانسان كيبغي يوصل لواحد المبدا، وان كان انه من بعد راه لو ان ثبت هذاك الزور راه عندك الحق انك تدير حتى شي كيس سيد وكيل مالي، وممكن تطالب بتعويضات ديالك. واخا دابا بقيتي في المرحله الابتدائيه، باش تحكم في المرحله الابتدائيه تحكم بان المحامي ديالو لا المحكمه دابا ما تهضرش لي على المحامي دابا. شنو وقع؟ تفضل. اللي صالحه هو. اللي صالحه هو. استأنفتي الحكم دابا؟ استأنفت الحكم وفي الاستئناف في الاستئناف ثاني تأيد. ما ادلا هو الخبير ديالو ادلا بهذا بان حقيقيين. لا ماشي خبير دابا، كانت المساله يعني في المرحله الابتدائيه تعين خبير وقال بان هذوك التوقيعات نسبهم لك انت، بانك انت هو صاحب التوقيعات، وفي محكمه الاستئناف
نفس الخبير ما عرفت بان مزورين حتى خديت النسخه ديال الحكم الابتدائي لان المحامي ديالي تخلى عليا. لا ولكن تفضل تفضل. والمحامي ديالو هو دلاب هكا انا ما عرفتش بان راه دلاب هكا حتى تحكمات. لا ولكن ما طلبتوش انتم يعني يعني طلبتوا قلتي لي الخبره درتو الطلب وخلصت الخبره ب 60,000 ريال هي زيد وتعين الخبير. هذيك الخبره كانت ضدي. ما طلبتوش خبره اخرى؟ ما طلبش خبره اخرى انا القضيه عندي مدى كيغنقع خسرت الفلوس ودابا الخبير اللي درت الخبره مضاده غادي يتصل الخبير مع الخبير وصدق انا هو كذاب راك عارف. للاسف واخا الاستئناف قلتي تأيدته هو الاستئناف اي سي لانه عند الخبره اللي صالحه. واخا شنو المطلوب دابا شنو السؤال اللي بغيتي تطرحي لي؟ شنو الاجراءات اللي غادي يمكن لي ندير انا؟ دابا للاسف انه وان كان النقد غادي يشوف غير واش ان هذيك الخبره واش ان احترمت الشروط الشكليه ديالها ولا لا ما غايشوش في الموضوع او غيعين محكمه النقد ما تعينش لك خبير اخر باش انه ينظر في يعني في هذوك الوصولات واش انهم فعلا التوقيع ينسب اليك ولا او لا ينسب اليك. هنا مرحله سالت المراحل الوقائع كلها سالت كيبقى فقط انك درتي النقد يعني غتشوف واش القانون طبق ولا ما طبقش واش ديك الخبره انها طب يعني احترمت الشروط الشكليه ديالها ولا ما احترمتش واش انها طبقات فيها القانون ولا ما طبقاتش. هذا هو اللي ممكن ان محكمه النقد تنظر فيه ما تنظرش في انه واش هذاك مزور ولا ما مزورش واش غير مثلا عندك مثال واش تم استدعاء ديالكم واش انكم حضرتوا الخبره واش ان الخبره تحطات في الاجل ديالها واش يعني اشياء اللي ممكن ان في هذا الاطار هذا. اما يعني واش غادي يعينوا خبير اخر لا يعني ما يمكنش. انا ما عرفش لانه داز جوج المرحلات المرحله الاولى ابتدائيه تعيين الخبير كان ممكن انكم في هذه المرحله هذه انكم تطالبوا بخبره مضاده باعتبار اوتوماتيكيه لانه مادام الخبره ما كانش في صالحكم بطبيعه الحال يعني كما تقولوا بالريفلكس ديالك غادي يقول بانه راه خصني خبره اخرى باش نشوف خبير اخر اللي غادي يحدد واش فعلا هاد الوصولات راه ديولي ولا ماشي ديولي. وان كان بعض الاحيان كيكون يعني تزوير ديال بعض توقيعات كيكون مطابق بواحد الشكل كبير وان كان ان الخبراء عندهم وسائل يعني تقنيه علميه يعني تقنيه ودقيقه جدا اللي ممكن ان يكشفوا بها هاد التوقيعات. وان كان كنقول كيوقع الخطا لان ماشي الخبير غيكون 100% انه يقدر يكشف واحد زوير معين ولكن كاين واحد النسبه ديال الخطا او النسبه ديال الاحتمال انه يقدر انه لا ميوصلش النتيجه يعني المطلوبه ولكن كاين واحد النسبه كبيره جدا الا كان زوير واضح لان كاين بعض الاحيان كيكون زوير غير من بالعين المجرده لانه ما يحتاج مثلا بعض الاحيان القاضي انه يحيل يعني الملف على خبير معين من اجل التاكد واش هذا التوقيع ينسب للشخص المدعي او المدعى عليه ولكن غير بالعين المجرده كيقدر يبان لي بانه راه توقيع مزور وبالتالي انه قدر يطرح او يبعد هذوك الوثائق. فبعض الاحيان لا كيستدعي انه يكون خبير اللي عنده الوسائل العلميه والتقنيه وعنده كفاءه معينه اللي هو اللي قد يثبت لانه كاين بعض الاشخاص المحترفين اللي ممكن انه يوقع لك توقيع يعني يطابق التوقيع ديالك وبدون ان يكون نوع من الاختلاف الواضح بين قوسين وان كان ان هذا الاختلاف الواضح راه ممكن ان يكشفوه. فللاسف انه كما قلتي يعني وصلتي لمحكمه الاستئناف الحكم تأيد ما عليك الا الطالب بالواجبات الاخرى المتبقيه وعلى الله سبحانه وتعالى العوض. ليس الامور. ناخذ معنا السي عزيز من فاس. مرحبا بك سيدي. مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. الله يسعدك. الله يجزيك بخير. غير بغيت نسولك انا بالنسبه للقضيه كنت عطيت لواحد السيد على واحد على سبيل الامانه واحد المبلغ ديال 40,000 درهم وسلمت له بحضور شاهد. عطيتي ليه اسبيس نقدا. اي اسبيس نقدا وكان معايا الشاهد على سبيل الامانه نهار اللي نحتاج المبلغ. وعلاش ما درتوش كتاب بيناتكم؟ نعم علاش ما درتوش شي حاجه مكتوبه بيناتكم؟
هذا معرفه فهمتيني كنعرفوا ماشي ديال ماشي ايوا لو راه الله عز وجل كيقول لك في القران اللي الله تعالى واذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وكتقول لي ماشي دين هذا امانيه ولكن هذا راه نوع من الدين لان تعطي لي خبيه راه ماشي هادي خبيه غادي يحطوه يقدر يستعمله ويقدر جمعت الاشياء ولكن كان خصو يكون بكم كتاب كتاب كذلك ضمن حقك انت الا توفيتي لوليداتك لا قدر الله هو كذلك الا توفى يعني يكون واحد وثيقه باش تطلب الورثه يردوا لك المبلغ ديالك ما تقول لي لا راه ثقه وراه كاين شاهد لا يكفي واخا تفضل المهم عطيتو المهم عن طريق الشهيد المهم بعد واحد المده ديال 3 سنوات مشيت ناخذ داكشي وقعد في السويس وقعد في السويس المبلغ وقع مماطله وداكشي الى اخره اضطريت انا باش ندير معاه المسائل الحبيه المهم السيد ما بغاش ينضبط ما بغاش اضطريت باش ندير شي كاين الوكيل المالك المهم شي كاين الوكيل المالك على طريق المحامي تقبلات تقبلات ودابا بغيت نعرف غير شنو هي الاجراءات اللي غادي تكون وشحال المده لا الا تقبلات الشكايه معناها تقبلات الشكايه خص تكون فيها متابعه بعد قبول الشكايه ماشي يمشي يحطها وياخذ الكاشي لان راه اي واحد اي مواطن عنده الحق يمشي يشكي عن اي مواطن عنده الحق يمشي يحط شكايه عند وكيل الملك اي واحد بدون استثناء ولكن واش السيد وكيل الملك دار فيها الاجراءات حاله على يعني الضابطه القضائيه واستمعوا لهم ورجعوا يعني لا بالنسبه للمحامي راه قال لي فهمتيني قال لي تقبلات راه غيقوم بالاجراءات لا ما معنى تقبلات انا كنشرح لك شنو معنى تقبلات كنشرحها لك ماشي انا كنشرح لك شنو تقبلات معنى ان مشدها عند نائب وكيل الملك واشر عليها وخاضها هذه قبلها ولكن تقبلات في المفهوم ديالي انا واش دار فيها الاجراءات معنى اجراءات شنو هي ماشي فقط تحال على الضابطه القضائيه الاستماع فقط ولكن ملي يرجع المحضر ويقرر فيها السيد وكيل الملك بعد الدراسه المتابعه ويحيل على المحكمه هنا كتقول راه تقبلات وتحالت على المحكمه وغتاخذ المسار ديال الطبيعي اما في هذه المرحله هذه راه مرحله ديال التمحيص بين قوسين غير غيشوف واش انه يستمع لك البحث التمهيدي كيتسمى البحث التمهيدي الله يرضي عليك غيستمع لك انت باعتبارك انت المشتكي ومن بعد غيستمع للشاهد ديالك وغيستمع مثلا هذاك السيد المشتكى به اللي قلتي مستأمن على ديك 40000 درهم ومن بعد كيرجعوا الى نكر هو صعب جدا باش ان غتثبت واخا يكون الشاهد لانه مبلغ كبير 40000 درهم ما خصوش يكون شيء خصو يكون شي حجه كتابيه وغيرجع السيد وكيل الملك غيلقى كيعندم كيفيه الادله غادي يحفظ الشكايه ها هي ما تقبلاتش هنا فين الجواب ديال السيد وكيل الملك ان كيقول لك ما قبلتهاش كيحفظها هنا فين كيكون الجواب ماشي انني قبلها خاض من عندي ودار لي الكاشي بانه والتاريخ بانني خاض من عندي في التاريخ وضع عليها الشكايه وضع عليها التاريخ بانها خاض من عندي لا ملي كيجاوبك السيد وكيل الملك اما بالمتابعه راه كيقول لك انا صافي راه القرار ديالي راه حلت الملف على المحاكمه او انني كنحفظها باعتبار انني ما قبلتهاش الا هضر يعني طرح او بان عنصر جديد يمكن انك تطلب اخراج الشكايه من الحفظ باعتبار ان هناك ادله جديده نعم ناخذ معنا السي دريس من خريبكا مرحبا بك السي دريس تفضل السي دريس السي دريس اذا للاسف انقطع الخط ناخذ لالا عائشه من فرنسا مرحبا بك لالا عائشه السلام عليكم اختي كيدايره عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته بزاف على هذا البرنامج هذا اللي كنستافدوا فيه بزاف الحوايج مرحبا بك لالا عائشه مرحبا وعافاك عندي واحد المشكل مع واحد السيد هنايا كنت خديته تفضلي تزوجتي به تزوجت به خديته ماشي خديته برا تزوجت به هذاك خديته راه فاش هذيك خديته اللي عجبتني زوينه باش قال لك تزوجتي به ودابا على حسب واش خديتي ولا تزوجتي به حنا نسمعوا نشوفوا على حسب ماشي غير خديته تزوجت به واخا هاد تلاقيتي معاه تما في فرنسا نيت هو كان نيت مقيم عنده الوثائق ديالو عنده وضعي لا عنده المشكل في الوراق ديالو ملي خديتي انا انت عنده المشكل في الوراق ديالو صوبتيهم ليه ويا انا فيت ما عنديش خبر بلينا غير بغى باش نصاوب له الوراق ويمشي بحالاته وصدقت فيت انا وجوجت به وقدت له الوراق ديالو نعم وزدت عنده واحد البليته ما شاء الله وحتى سميتو حتى هذيك البليته دابا سميتو دارت 4 سنين وهو شد هذيك لاكارت ديالو تاع 10 سنين صافي الراجل تبدل حيت خلى مرتو في البلاد ما كنتيش عارفه راه مزوج قبل تما لا عارفه مزوج وعنده المراه والوليد في البلاد مي ما قالنيش راه غادي زعما ما قال لي مطلقه بالمراه وما عنديش اتصال معها وهذه وهذه انا تيقته ايوا تيقتي خصو يعطيك عقد ديال الطلاق العقد ديال الطلاق جابو كان ملي بعقدنا هنايا وبليج باش يكون عنده العقد وعاود رجعها رجعها بلا خبري انا حتى خبرتي شي طرف من العائله ديالو حتى شفت الحوايج ماشي هما هذوك شفت التصرف ديالو ماشي هي هذيك وليت كنشك نعم
وحيت سقسيت لقيتو راه رد مرتو وشاري لها الدار وسميتو هذه. دابا انا غادي نجيب لك القصه ديالي حيت القصه ديالي طويله. دابا شنو يعني الضرر ديالك انت غير على البليته؟ دابا حيت حنا درنا الكاريت هنايا في فرنسا وعندنا الوثائق ديالنا والزواج ديالكم صرحتوا به في القنصليه تما؟ لا هذا هو المشكل. ايوا خصك تمشي تصرحي بالزواج ديالك تما. دابا حيت كنقول لهم اللي كان معايا بعدا كنقول له خصنا نمشيو نديرو نعقد هنا في القنصليه في اليوم. في اليوم تقول لي واش غيديرنا كاع داك العقد؟ علاش غنديرو نعقد وي بلاتي داك الشيء انتوك حتى؟ قول لي ما غيديرش لنا حنا وكان غيدير البنيه ديالنا ان شاء الله. ودابا خص عندي مشكل دابا في البنيته، واش نحن دابا اللي غادي ندير ميتخ على البنت باش يتسجن في القنصليه؟ ايوا هي من يعني راه بنتو شرعا وقانونا باعتبار انه كاين عقد زواج بيناتكم خصك تسجليه فقط ويتم الاعتراف. نعم باش لا اللي بغيت فامي دو لاميري عندها هي دابا الوراق ديالها كندخلها معايا المغرب. دابا عندها ليدونتيتي ديالها عندها باسبور ديالها. نعم مي احنا الان البنت كتكبر عندها دابا ويتا كتكبر وما ربنا فيت سميتو توقع شي حاجه الله يستر حنا في الحياه ما عرفناش غدا شنو غادي يطرى. بغيت بنتي تكون مقاده غتمشي غادي تسجلي وغتدخلي المغرب ان شاء الله تعالى، تصوبي ليها الباسبور المغربي، تصوبي ليها البطاقه ديالها يعني انت تكبر ان شاء الله تعالى، ولكن الباسبور المغربي راه غتصوبيه ليها في المغرب باعتبار انها راه مغربيه باعتبار انها مزداده تزادت يعني من يعني ابناء يعني او والدين مغاربه خاصه الاب مغربي كتعطاها الجنسيه ديالها مغربيه، كتصوب ليها يعني العقد او تصوبي ليها عقد ازدياد هنا من طبيعه الحال في المغرب وتصوبي ليها الباسبور ديالها. راه قلت لك انا خاص تمشي للقنصليه دوزي القنصليه الاولى تقومي بالاجراءات عاش ممكن تجي للمغرب. نعم ان شاء الله تعالى. شنو غاديرهم هنايا عافاك الله يحفظك؟ نعم اشنو غنديرهم هنايا؟ اشنو غادي يطلبوا ليهم فيت هنايا؟ ودي بعدا دي بعدا عقد الزواج الاول، العقد الزواج اللي دي صوبتي بعدا الاول اللي صوبتيه عندك صوبتي عن طريق لاميغ ياك سي سا؟ الو نعم قطعت ربما انقطع الختم. هذاك الزواج ديالك ديه باعتبار ان هذاك راه حجه بانه كاين علاقه زواج بيناتكم واعتبار انه خصو يتم التسجيل ديالو تما في القنصليه، ومن بعد انك ملي دخلت كمل الاجراء ديالك في المغرب ان شاء الله تعالى باش ان تحصل بنتك على يعني على كل وثائق يعني كطفله مغربيه. نعم ناخذ معنا السي الحسن من العيون. مرحبا بك السي الحسن. نعم مرحبا سيدي تفضل. دكتور سعيد. نعم سيدي كيداير سيدي بخير لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير واحد جوج اللي شفتي خرات الله يجازيك. مرحبا سيدي مرحبا تفضل. عندي واحد الدار ساكن فيها واحد المده هذا. اييه وواحد السيد الله يدار اولا ما كاينينش كاين في المخيمات. اها وكيشد عندي الكرا واحد مده 25 سنه. اها وعقبو جاو موالين الملك. اها فوت واحد شويه صد ما تبغاش تبني لك مع انه هذاك الناس انا لقبتهم قلت لهم ما نقبل منهم حتى شي حاجه ما جبتوا له الوراق ولا التنازل من هذا السيد. كمل كنسمعك. هي ها كنسمعك كمل. ودابا رفض مني دابا كرفض مني الكره ما بقاش بغاش يشد مني الكره. دابا غادي للمحكمه غادي شنو ديال المحكمه؟ هي غدير واحد المقال ديال 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 العرض والايداع كتعرض عليه دوك المبالغ الا ما بغاش يشدهم ديك الساعه سير حطهم في صندوق المحكمه. ما بغاش يشدهم صافي حطهم في صندوق المحكمه. واخا ولكن خصك تثبت بانه ماشي ما بغاش يشدهم مباشره من عندك، ولكن خصك تعرضهم عليه تعرض عليه بانه تعرض عليه هاد الفلوس الا ما بغاهمش. الا رفض ديك الساعه ملي غيمشي عند المفوض القضائي ولا العون ديال المحكمه غادي يقول لي ما بغيتش نشدهم كيعطيك واحد المحضر بهذاك المحضر ديال الامتناع ما بغاش يشدهم هادوك الفلوس كتمشي تحطهم انت في صندوق المحكمه. وكتاخذ عليه مواصل بانك راه وضعتيهم وصافي وكتخلي الدم ديالك ما كيبقاش يتسالك والو. لا بغاهم يمشي ياخذوا من المحكمه ديك الساعه. نحطهم على سميتو هو ولا نحطهم هكاك في الصندوق؟ لا غتحطهم سميتو في الصندوق. ها هو ديك الساعه اللي بغى يسحبهم يمشي يسحبهم من صندوق المحكمه. ما عنده باش يسحبهم ما عنده الوراق ما عنده والو. واش قلت لك انا ديك الساعه اللي عنده باش يمشي يسحبهم. صافي رحم والديك. مرحبا. والثانيه سعد الدكتور. مرحبا. عندنا واحد البارك قدام الدار. اييه. داير القاصرين كيلعبوا لينا تما الكره ما خلينا الوكيل ما خلينا مقاطعه البوليس وانا ما دار لنا حتى شي حل. كان عندكم باركين قدامكم شنو كيديروا كي البارك البارك ديال السيارات. بغيتوا تحيدوه من تما ولا شنو؟ بغينا نحيدوهم. وهذاك البارك تابع للجماعه ولا تابع لمن هذاك البارك؟ تابع للمقاطعه. هذا الباركينغ
تابع المقاطعة. إذن هما كيتخلص كيتخلصوا من البوليس بجوج واني والو كنمشي عندهم دينا شي قيمة خلينا درنا لا علاش بغيتو تحيدو من تما واش كاين فيه شي ضرر كاين ضرر على السكن علاش ايوا خصكم ديروا شي ديروا واحد العريضة يعني واحد التوقيعات وديروا تميتوا يعني لجميع السكان بانهم مضرين وترفعوا هذاك الطلب ترفعوه للرئيس الجامعه باش انه يحيدوا لكم باعتبار كاين الضرر وتثبتوا هذاك الضرر اما ديروا مثلا معاينه عن طريق مفوض قضائي تثبتوا راه كاين ضرر معين بالليل بالنهار اذا كان بالليل راه بطبيعه خصو ياخذ الاذن عند رئيس المحكمه باش يثبت بانه خصو يدير عندك المعاينه خارج اوقات الاداريه بين قوسين او خارج اوقات اداره ثم انهم يثبتوا ديروا هذه العريضه ديال التوقيعات ديال كاع السكان اللي كاينين في هذيك المنطقه بانهم كيتضروا ربما قدروا يتعرضوا مثلا للسرقه قد يتعرضوا مثلا يعني مثلا يعني الاعتداء ما عرفش شنو نوع الضرر اللي قدر يوقع تما كله خصكم تثبتوه باش ان يعني تقدموا برئيس تقدموا بهذا الطلب رئيس الجامعه في حاله انه ما كاينش يعني ما كاينش استجابه او رد ديك الساعه عندكم حق تمشيو للمحكمه باش تطلبوا رفع هذا الضرر هذا ان شاء الله. نعم ناخذوا معنا سي سعيد من الرباط. مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم السيده. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيكم واحد الاستشاره قانونيه. تفضل. والدي ديالي كان داعم شي واحد الوالد ديالي شرا شي ارض في ناحيه ما عندش شي ناس كان مترامي عليها شي واحد. ما داعم هذاك السيد حكمت المحكمه بشهر الحبس على ذاك السيد والترامي داروا له تدخلوا شي ناس داروا بيناتهم الصلح. ذاك ذاك رسم صلح في عقار ناضوا كتبوا بان في الجوار بان اليمين هو ذاك السيد اللي كنا تندعوا معاه على واحد الملك خارج ذاك الملك اللي خدينا حنايا بالمحكمه. وهذا الملك هذا محفظ محفظ؟ لا ما محفظش. وعنده شي وثائق؟ كاين وثائق المدخل ديالو باش شرينا ومشينا عند الوراثة ودعينا معاه وحكمت لنا المحكمة ودخلوا الناس شينا الصلح بيناتهم. ذاك غير الصلح ناضو هو في المدخل ديال ديك البلاد كاين جوار في شكل اخر وجاب جوار اخرين. هو دار داك على اليمين بانه هو الميس هو الجار ديالنا ولكن ماشي هو الجار هو كاين عدد ديال وطعنتو في هذيك الوثيقه طعنتو فيها؟ ما طعنا فيها ما والو على ما كل شد مؤخرا حنا خدينا شي ملك في داخل جنب النيس على اليمين قال لك مادام حنا درنا اليمين في الصلح بانه عنده الحق يتملك كاع داكشي اللي في اليمين. ايوا هذا هو خصو يكون اتفاق واش كاين هذا الاتفاق ولا ما كاينش؟ لا هو ما عرف كيف داك الصلح اذا ما كان اذا ما كانش اتفاق خصكم تطعنوا فيه بانه راه ما كانش اتفاق هذا نوع من التدليس عليكم. حيت اللي وريتو داك الكاغيط الصلح تيقول لي صافي هذا الكاغيط تيلغي دوك داك الشيء باش شريتو المداخيل داك الشيء ما تتفقاش عندهم واحد القيمه. الا درتوا هذاك النهائي بطبيعه الحال هو لاحق ووقعتوا ووافقتوا بطبيعه الحال غادي يكون عنده حجه قانونيه اكبر ولكن خصكم تطعنوا الا كان مثلا هذاك يعني كاين نوع من التزوير او يعني التدليس او ما عرفتش يقدر يكون تنصب معين بطريقه اخرى لانه لما كانش غادي يولي حجه ضدكم فانتم من الان يعني الا كان ممكن انكم تطعنوا فيه باعتبار انه ماشي هو هذا الحقيقه وممكن ديروا معاينه الا كان قريب لكم شي مفوض قضائي يجي عين بان هل الجوار اللي كاين هل اللي حقيقي اما ما دون في هذيك الوثيقه راه غير حقيقي. نعم ناخذوا معنا السي هشام من الدار البيضاء. مرحبا بك السي هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير أستاذ. واحد عندنا واحد المشكل في واحد المحل تجاري ديال الوليد. وكان شاري في التعينات. وكان تيكره الناس ولكن بسمية التجارة كتجيب سميته هو إلى حدود 2007. الضريبة. الضريبة. التجارة كتجي تاهي بسميته. زيد. حدود 2007 آخر واحد غادي يخرج غادي يدخل من وراه جوج. هو حبس الضريبة ديال التجارة. حيد الوليد. أيضا. إذا واش دابا هو عنده الأصل التجاري الوليد ولا ممكن صافي هو لا هو ما علاقة هذه بهذه لأنه الأصل التجاري إلا كان عنده أصل تجاري وكيكريه الناس كيكريه هذاك الأصل التجاري كأصل تجاري راه باقي عنده أصل تجاري إلا هو أنه يعني دار يعني تشطيب على نفسه كتاجر كتاجر من يعني من المحكمة التجارية في أش مدينة أنتم قرأ أنا الدار البيضاء ودار هو هاد الاجراءات ديال التشطيب على راسه من السجل التجاري. هو تيقول لي راني حبس التجار. لا حبس التجارة فعليا يعني عمليا ولكن واش دار الاجراءات ديال التشطيب على راسه من ما بقاش عنده صفه تاجر. ما نكذبش عليك حتى انا ملي تنمشي لدار الضريبه تنشوف تنعطيهم التوصيل ديال التجاره تيبقى هو في حدود 2007 محبوسه. ايه محبوسه يقدر يكون ما بقاش كيصرح مثلا او شي حاجه
ولكن واش انه قام بهذه الاجراءات؟ شوف واش قام بهذه الاجراءات وليك صعيتنا ان شاء الله ونجاوبك. مرحبا سيدي. ناخذ معنا السي محمد من مراكش. مرحبا بك سيدي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور ناوي. شكرا جزيلا على هذا البرنامج هذا. مرحبا سيدي. مرحبا دكتور. بغيت نسولك. الوالد عندي خذا واحد الارض من عند واحد السيد. نعم. والمهم دار الكونترا مع واحد المحامي هو اللي دار لهم الكونترا. ومني بغى ياخذ الكونترا من عند المحامي لقيناها بانه ديك الكونترا مكاشي فيها غير محامي بوحده. يعني ما فيها لا لاكاشي ديال المحكمه لا السيناتور ديال الاطراف الاخرين لا والو. وفاش يعني فاش لانه هذه الارض هذه بغينا نديروا فيها واحد البير فديتها للسميتو ديال الجهاز على اساس انه ناخذ الرخصه. قال له هذه راه ماشي كونترا هذه راه خص يكون فيها على الاقل ما فيها لا الناس اللي باعوا لكم فيها هما ما كاينش لا سيناتور ديالهم وما مسجلاش. فرجع داد المحامي قال لي ودي انا راه خدمتي هي هذيك انا خدمتي درت لك الكاشي ديالي انا هذوك الناس الا بغيتي تقاليزيها سير ديها للمقاطعه وقاليزيها انا خدمتي راه درتها هو طبعاً تحرق ذا الاتعاب ديالو على سميتو الخدمه ديالو. هذا المحامي مقبول لدى محكمه النقد؟ هو مقبول. هو اصلا دابا كاين واحد المساله اخرى هو انه هو في الهيئه ديال مراكش. لا ما تقولش لي لا سميتو لا في هيئه علاش نقول لي انا جاوبتك سؤال وغتجاوبني واش مقبول لدى محكمه النقد؟ ما متاكدش. الا كان مقبول لدى محكمه النقد عنده الحق يحرر العقود. نعم هو مقبول. يلا الا كان مقبول لدى محكمه النقد عنده الحق يحرر العقود وعنده الحق يوضع الشكل يعني الطابع ديالو او الكاشي ديالو ولكن كيبقى انه عمل ناقص الى ما داش سجلو في المحكمه ضروري كاين كتاب الضبط كيكون واضع عند التوقيع ديالو تيكون مسجل وكيكون هذيك اللائحه ديال كاع المحامون المقبولين لمحكمه النقد كلها عند في المحكمه باعتبار ان كيكونوا كاع اللي مقبولين كتصدر واحد في جريده رسميه ديال الاسماء كلهم ديال المحامون المقبول لدى محكمه النقد وخصو يوقع يعني يتم المصادقه عليه او التصديق عليه في المحكمه بغير انه كذلك خاص الاطراف اخرى تاهي كذلك توقع وتمشي تتصادق على التوقيع ديالها. اذا فعلا هذا السيد اللي قال لك العقد غير مكتمل الاركان الشكليه بين قوسين انه فعلا ما نقولش عقد باطل ولكن عقد غير مكتمل الاركان خاص ضروري ان المحامي يديه لك المحكمه معني دابا مادام كاشا هو غدير المرحله الاولى تمشي عند الناس انتوما المشترين والبائعين تمشيو توقعوا وتمشيو تليغاليزيو يعني تمشي تصادقوا عليه في الجماعه ولا في المقاطعه وترجعوا للمحامي باش يديه لك المحكمه ويكاشي عليهم في المحكمه وعاش كيولي عنده عقد ينتج الاثار ديالو القانونيه. نعم تفضل. هو دكتور دينا الناس باش يعني دابا بقى لك المحامي باش يديه للمحكمه. لا غير ليغاليزاسيون اصلا قالوا لي راه في الجامعه ما بقوش يديروا ليغاليزاسيون ديال هادشي قال لك المحامي هو اللي كيتكلف بهاد الامور كلها هي يجي هو يديهم يجيبهم بيدو هو ديجا راه فاش تكاتبنا راه جاو الناس وحضروا عنده ولكن هو شنو دار كتب واحد الورقه بيديه وسناو ليه تماك في هذيك الورقه يعني بصموا ليه في هذيك الورقه وهذيك الورقه باقا عنده دابا ولكن يعني الوقع العقد اللي خرج ليا من سميتو من البي سي وكتبوا هو ما فيهش لا سيناتور ديال الناس هذوك الناس مازال هذه المساله هذه عند لي نوتير بالنسبه للموثقين اي انك توقع قدامه كيوقع قدامك في واحد الكتاب معين ولكن انت كتوقع العقود باعتبار كيكونوا قدامك انت كتكون مؤدي اليمين وانك ضابط وبالتالي انك كتلقى هاد البيوعات وجميع التصرفات القانونيه التي يقوم بها الاشخاص ولكن بالنسبه للمحامي ضروري انه يمر على المحكمه باش انه يتم تصديق على التوقيع ديالو وكذلك ان التوقيعات ديال البائع والمشتري خص يكونوا مطابقين للاصل باعتبار انه خص يكون ليغاليزين. نعم اذا هنا شنو هو الحل اللي يقدر يديرو؟ خصو يقوموا بالاجراءات يعني خصهم يرجعوا الى مشات ما كانش المقاطعه يمشيو ما كانت الجامعه يمشيو للمقاطعه باش يوقعوا ويقدر يمشي معهم محامي بشخصه يمشي معاهم يشرح لهم ومن بعد انه ياخذ هذاك العقد ويدي للمحكمه باش يصادق باش يسجلوا في المحكمه باش يتم التسجيل ديالو. ناخذوا سي محمد مره اخرى ومن مدينه مراكش. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. صحه الصحه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي الله يطول عمرك. تبارك الله فيك سيدي. تفضل سيدي. لاباس بخير. الحمد لله الله يبارك فيك. الله يرحميك. الوالدي بغيت نسولك على واحد القضيه وقعت اليوم في وقعت الاخ عندي في مراكش. اليوم؟ اليوم كان جايب الطوموبيله ديالو ودخل فيه واحد الكار ما تخيكيليون فرنسا وسيكيليون مغاربه.
ونزلوا تكرسوا عليه وداو ليه الوريقات. تبارك الله داروا كل شيء. داروا كل شيء. دابا الباب 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 في الشارع ديال الطوموبيله ديالو. وكان شي شهود اللي كان شي شهود اللي شافوا هذه العمليه كلها؟ مو الشارع كله وكان دابا بنادم ما معروف. لا ولكن هاد هاد الكار عنده واحد عندي واحد النقطه لا دي ماتريكولاسيون عنده واحد النقطه غيمشي ليها غادي فرنسا هو داز من مراكش من مراكش مشى لفرنسا. اه لا جاي هو من اكادير جاي من اكادير وغادي مكمل حتى يدخل سميتو طنجة ويمشي. اه الله يرحمك والدينا. ايوا ودرتو شكايه للسيد وكيل الملك ولا الشرطه ولا الجدارميه ولا مشى عند البوليس مشى عند البوليس ومن البوليس صيفطوا واحد جوج كوميساريات تيمشي لهاد الكوميساريات تعاودوا يردوا الاخرى. ايوا راه خصهم يسرعوا باش انا نشدوا في الحدود. ايوا هذا هو المشكل دابا ايوا خصك تمشي عند تشوف ما تمشي غاتمشي عند وكيل الملك مباشره. دابا راه كاين بيرمانونس غاتمشي عند نائب وكيل الملك اللي في الحراسه وتقول لي هذا الواقع يقول لي سي وقع لي وقع لي والسيد راه دابا راه غيكون شحال دابا شحال من ساعه باش وقع دابا؟ ما 11 ونص 11 ونص وقول واحد خمسه السوايع غيكون خرج دابا غيكون وصل لطنجه غيكون وصل لطنجه وخرج من الدربيده ثلاثه السوايع. لا مازال الدربيده ثلاثه السوايع ومن دربيده لطنجه اربعه السوايع اخرين سبعه السوايع قول تقريبا سبعه السوايع تقريبا خصهم قريب خصهم دغيا يلونسيو لانه الا كان اعتداء بهذا الشكل وكاين شهود هذاك خصهم كاين صور كاع ديال الفيديو ايوا خصي كلشي يعطيهم هذا الشيء كامل باش انهم يتخذوا الاجراءات باش في الحدود انهم يوقفوه. والتقدير اللي درنا حنا راه الا وقف الا وقف اما الا ما كانش كيوقف راه طبيعه الحال خصك تقوم بخسير دابا عند وكيل الملك دابا وحكي ليه الامر قول ليه راه الامر مستعجل جدا باش هما راه عندهم اتصالات ديالهم غادي يمشيو يوقفوا في الحدود على اساس انه وقع اعتداء عليه بهذا الشكل هذا يعني شكل خطير جدا انه يوقفوا يديروا يعني بحال هما الفوضى بهذا الشكل. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله غدا. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم مدغجو برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد ناوي واللواء أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينة. أحوال طيبة على خير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. كيف غادي مع نهاية الأسبوع تقترب؟ بقي عندك الجمعة؟ لا الجمعة الحمد لله. لا الجمعة ما كاينش ولا غادي ولكن خدام كنمشي نقري. اللهم يسر سيدي. مرحبا. دكتور سعيد كما قلنا هذا الشهر خصصنا الحديث على علاقتنا مع مؤسسات الائتمان بصفة عامة. تكلمنا على مجموعة من النقاط اللي كتهم هذا الباب. هذا الأسبوع خصصنا باش نتكلموا على الأوراق التجارية. تكلمنا على الشيك على الكومبيالا على السند الإذني بياغض سند الأمر وعرفنا الإطار القانوني اللي كي يعني اللي كيسيج هذه الأمور كلها هي. طبعا الحال اليوم كيف ما تعودنا دائما فهي حلقة مفتوحة. اليوم حلقة مفتوحة لاستقبال مكالمات المستمعين وأسئلتهم بطبيعة الحال على 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. أيضا مثلكم تواصلوا معنا عبر الاسماس بكتابتكم ماد ام او دي خليوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم ل 50-80 ثمن الرسالة 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. لكن مباشرة قبل ما ناخذ مكالمات المستمعين عندي فقط غير واحد السؤال يعني نتكلموا فيه واحد شويه فيما يخص يعني كما قلنا البارح المسؤوليه ديال الشيك والكومبيالا. جاني سؤال كيقول مادام يعني الشيك كيبقى واحد العمله واحد الورقه تجاريه كنتعاملوا بها والكومبيالا ورقه تجاريه كنتعاملوا بها علاش الثقل اللي كاين على الشيك ما كاينش على الكومبيالا والناس كيتعاملوا بها وكي يعني وكيخدموا بها في تجارتهم وفي بعض الاحيان الناس كيبداو يتخوفوا كيقول لك واش كاينه امكانيه ان الكومبيالا تكون سيرتيفي يعني نكون ضامن ان فلوسي راه كاينين في البنكه غير مساله التعاملات التجاريه. من طبيعه الحال هو كما قلتي هذا سؤال وجيه جدا باعتبار انه لماذا المشرع اعطى هذه الحمايه الجنائيه للشيكات باعتبار ان الشيك له يعني خصوصيه معينه باعتبار انه يعني كان قبل يعني ممكن انه لي تريت كيتعاملوا بها الناس مباشره بدون ما تكون يعني المؤسسه البنكيه كطرف ثالث باعتبار ان المسحوب عليه
هو المؤسسة البنكية ويمنع على أي شخص أنه يصدر شيكات بين قوسين أو يسحب عليه شيكات معينة باعتبار أن الأبناك لها ترخيص معين من طرف بنك المغرب وبالتالي لها هذا الاختصاص أن تمارس يعني هذه العمليات هذه. فلذلك أنه يعني حتى لا يستهان بهذا وإن كان أنا كما قلت يعني سابقا بأن بعض الفقهاء لا يعتبرون الشيك من ضمن الأوراق التجارية وإنما كيعتبروه هو عنده خصوصيات معينة ولذلك أن المشرع أضفى عليه هذا الطابع الجنائي باعتبار أن يعني مثلا شخص صدر شيك بدون مؤونة طيب هل يعاقب يعني كتكون يعني ملي كيرجع الشيك بدون أداء وكيتقدم مثلا المستفيد يعني من أجل تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل عدم يعني توفير المؤونة لهذاك الشيك أو المبلغ الموضوع في الشيك طيب الحال أنه كتكون متابعة طيب الحال إلى أدى المبلغ دي الشيك بعد تقديم السيد الملك لا يتابع في إطار حالة اعتقال وإنما يتابع في حالة صراح وبالتالي كتكون حتى العقوبة أنها مخففة شيئا ما وكتبقى الغرامة كذلك أنه ولو لم يتقدم أنه المستفيد من الشيك ما قدموش مثلا للسيد وكيل الملك وعرف فقط وقع نوع من التراضي وتم إرجاع الورقة دي الشيك لهذاك الشخص الساحب فكتبقى كذلك الغرامة دي أنه يولي ممنوع عليه إصدار شيكات إلا بعد أداء الغرامة الجبائية اللي كنا تكلمنا عليها دي 5% 10% 30% 20% حسب يعني الإنذارات اللي كتوجه له من طرف المؤسسة البنكية فهذه الخطورة اللي وضع فهذه الحماية الخاصة للشيك لأن عنده واحد دور حيوي جدا في اقتصاد البلاد باعتبار أنه الآن أصبحت تحل محل أوراق نقدية وإن كنت عطيت يعني الفروق بين الأوراق يعني التجارية عموما والأوراق النقدية وإن كان أنه كنقول أنا دائما بأن الشخص دائما يتصور في تعامله بالشيك أنه يتعامل بالأوراق النقدية كيعطي شيك راه عطاه مبلغ معين لأنه كيكون أنه بمجرد الطلع يعني أفي كيعطيه مثلا المؤسسة البنكية خصو يتخلص فيه كيعتقد البعض بأن لا تيديروا بوست داتي تيدير واحد تاريخ معين مؤخر حتى لواحد تاريخ معين كيشدوا واحد مدة معينة عاش كيمشي فهذا ممنوع قانونا هذاك الشيء علاش الناس أن وضع القانون وتم تغيير ديالو والتعديل ديال هذا القانون هذا حتى الناس أنهم يعني يستوعبون هذا التعامل بهذه الشيكات هذا الشيء ثاني كذلك التجار كيمشيو ليه لأنه كان الحماية الجنائية تيقول لك أنا ما يمكنش تعمل بعلي تخات تخات غنمشي ندفعها وقد تكون ساتيفية لأنه تومسحوب عليه على المؤسسة البنكية ممكن أن ذيك الأطخاء تمشي ديها المؤسسة البنكية وكيغسي ساتيفية ويديروا الكاشي ديالهم وأذيك المؤونة اللي فيها كتبقى يعني مودعة إلى تاريخ الأداء ديال هذيك الشيونس المحددة أو التاريخ المحدد في كومبيالا فكين بعض الفروق بين هذه الأوراق التجارية وكين بعض الأشياء اللي كتكون مرتبطة نفسها في الشروط الموضوعية شروط شكلية إلى غير ذلك يعني الكومبيالا ساتيفية كتكون محمية نوعا ما طبيعة الحال وإن كان يعني باش نقول للناس بأنه راه ثبت بأنه كيكون تزوير لأنه بعض الأحيان مجموعة من القضايا تعرضوا على المحاكم وخاتي يكون شيك سيرتيفيي دابا الحمد لله كاين واحد لوجيسيال اللي عند مجموعه من الشركات انه بمجرد انهم يدخلوا هذاك لوجيك يعرفوا واش هذا الشخص عنده مؤونه ولا ما عندوش مؤونه باعتبار كاين واحد النوع من الاتفاق بين المؤسسه البنكيه وبين بين بين يعني هزك الزبون فهنا كاين بعض الشركات اللي تكونوا سيرتيفيي والشخص يعني يعتقد بانه راه صافي خد فلوس بانه راه سيرتيفيي والمؤسسه البنكيه راه ضمنات هذاك كتلقى الشيك كتلقى الشيك انه مزور والطابع مزور والتوقيع مزور الى غير ذلك و الله يطف ناخذوا معنا مكالمه المستمعين معنا لالا سهام من مراكش مرحبا بك لالا سهام تفضلي لالا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته استاذ لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك لالا استاذ الله يجازيك بخير عندي واحد المشكل نتصل معك فيه مرحبا لالا بارك الله فيك استاذ انا وقعت لي اكسيدون اييه ياكم مات لي البنية ديالي الله يرحمها ليلى محمد رسول الله والزوج ديالي طلقني قال لي دعوة في المحكمة لا ولكن دابا شربتي لي الوفاة بالبنت بأنه بالطلاق واش اللي توفات بنتك لا الاكسيدو هي سبب الفراق ديالنا علاش انت اللي كنتي صايقة لا هو اللي كان صايق وشنو علاش انه كنتي شادة في يدي قدامك اللي كنت اللور واش واخا شرحي لي اكثر باش نفهم علاش هو هاد الحادثه هو السبب ديال الطلاق ديالك علاش صافي تغير من بعد حيت انا كنت كوما وتهرس وبقى لي بزاف المشاكل كل شهر وانا نعس في الفراش وما خلاتش هاد الحادثه شي
شي اثار معينه لا اثار جسديه ما خلات شي اثار جسديه فيك انت؟ الحمد لله يعني رجعتي طبيعيه الحمد لله يعني 100% رسم رجليا تحيد الحديد دابا حاليا ولكن حتى خرجت من دارنا عامين دابا وانا في دارنا خلاني هكاك باقي تندير العمليه يعني مشات طلقك ودار لي دعوه الطلاق وكنمشي انا مريضه وكنعرج برجلي وسميتو مشي للمحكمه المهم تحكموا علي حكموا علي بخمسة مليون ونص لغا الطلاق ما حدش جلس عام اخر عاود دعوه من جديد عاود دعوه دابا من جديد نعم. كان عندي الحكم نهار الاثنين نهار 15 وملي تحكم باش تحكم بجوج مليون ونص ونفس القاضي اللي كان عندي في المره الاولى هو اللي ودليتي بهذاك الحكم القديم بالحكم القديم وجبنا ادله اكثر من هذاك الشيء اللي كان وفي الاخر حكموا بصالحهم فهمت ايوا غتستنفي لانه هذا نوع من تشجيع المجموعه من الازواج بين قوسين سيئي النيه انه في حاله انه تحدد لهم مبلغ معين باش انه يطلق الزوجه ديالو ويتحدد هذاك ويكون هذاك المبلغ كبير كيتسنى واحد المده ويعاود يمشي عند قاضي اخر او عند نفس القاضي وكيعاود ينقص ليه هذه نوع من التحايل على القانون فانا اعتقد ان القضاة ما خصهمش انهم يعني ماشي كنوجههم بين القوسين لا ماشي مساله تعاطف لانه هذا مادام كاين حكم سابق راه ولات عنده قوه شيء مقضي به اذا يعني تبلغ به ولا حكم نهائي راه ولا في مواجهته باعتبار ان يعني ممكن ان القاضي يضيف أشياء أخرى اللي ربما غفلها الحكم الابتدائي الأول وإنما أنه ينقص من هذوك من الواجبات ديال الطلاق هذا نوع من يعني استغفر الله يعني ما خشاش تكون يعني كنقول هذا الحكم أنه جانب الصواب باعتبار أن كل أزواج غادي يولي يمشوا على الاجتهاد هذا بأنه راه فعلا راه ممكن كاين إمكانية إلا حدد القاضي واحد 10 مليون أو 16 مليون راه ممكن تدوز واحد العام وترجع ويولي لك 10 أو 2 مليون أو 3 مليون فهذا نوع من تشجيع يعني للمتقاضين يعني السيئين النية ما كنقولش كل شيء ولكن قد تكون كاين ظروف معينة لأنه كاين مثلا يعني مثلا الشخص كان يشتغل ومبقاش كيشتغل ممكن أنني يعني داز ظروف معينة ولكن أنه تراجع في هذه الفترة خص يكون تراجع مبرر ممكن انه يمشي يسلك جميع المساطر يمشي مثلا يدير استئناف على اساس مشى الكونت ديالو خواه جاب شهاده بانه ما كيملك حتى شي حاجه كيقول لهم هو تاجر عنده الحوان تيقول لهم انا خدام عند الناس رغم انني مشيت لدار الضريبه مشات للمفوضه القضائيه وجبت بانه يعني عنده حانوت سميتو وقال لي واش باقي كتشتغل قال لي انا ديبو جاب لي حكم داري لي الافراغ وما عرفتش ما فهمت انا رايي الشخصي ما توقفيش في هذه المرحله الاولى ديال الحكم الابتدائي انك ممكن تستأنفي هذاك الحكم ان شاء الله داخل اجل ديال 15 يوم عندك يفوتك الاجل الا تبلغتي به باش تستأنفي هذا الحكم ان شاء الله تعالى وربما ان محكمه الاستئناف انها ستعيد النظر في هذه المبالغ المحدده اعتبارا انه تم تحديد مبالغ معينه في البدايه وتم تراجع ديال الزوج بارادته وبالتالي انه هو ملزم بهذه المبالغ اللي تم الحكم بها على الاقل تكون هذيك المبالغ نفسها وكذلك حتى محكمه الاستئناف الى ما كانش راه ممكن يمشي لمحكمه النقد باعتبار انه هذا مساله جوهريه باعتبار انه نوع من التشجيع لان محكمه النقد ما يمكنش يمشي في هذا الاطار هذا لانه غيولي واحد الشيء القاضي قار بان ممكن القاضي انه يتنازع عن الواجبات الاولى اللي كانت حكمت ربما قد تكون ظروف معينه وتعطي القاضي ان يجتهد في تحديد واجبات معينه ولكن اعتقد ك ك ك ك يعني قاعده عامه او ك يعني صيغه يعني معينه فبالتالي انه لا يمكن ان نتنازل على واحد المبلغ والدليل ان في الدار البيضاء مجموعه من القضايا من هذا النوع انه تم ملي كيتم الادلاء بهذاك الحكم الاول على الاقل تيخليو هذاك المبلغ باعتبار انه عرفوا الزوج راه تراجع بدون مبرر ماشي انه كان صلح قد يكون هناك صلح ويتراجع الزوج ويتم الادلاء بتنازل بناء على انه وقع صلح بين الزوجه ديالو وهو ورجعوا للحياه الزوجيه ومشات الامور مزيانه وعاديه جدا وتم يعني وقع قدر الله مشكل اخر ومشات تقدم هنا ممكن استسيغ هذه المساله هذه واقبل هذا الحكم ولكن اذا كانت نفس الظروف ان السيده انها كانت مطلقه انها كانت مشات لدارهم دارت الدعوه تحكم بهذا المبلغ هذا دارت دعوه ديال النفقه هي كطلب مضاد لانه يعني هاد السنه كلها من طبيعة الحال لازالت في الديمة ديال الزوج وبالتالي تستحق النفقة ودارت هاد الدعوة هاد الإجراءات كلها ومن بعد هو عاود رجع الدعوة ونقص ليه فهذا نوع من الإضرار بالآخر والله أعلم نعم ناخذ معنا مكالمة أخرى معنا السي بهلول من دار البيضاء مرحبا بك سيدي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أولا كنشكر الأعمدة ديال ميد راديو
مرحبا سيدي. منهم صحفيين وموظفين وتقنيين. شكرا جزيلا. الله يخليك. عندي واحد السؤال للاستاذ اللي جات على خاطرك. تفضل. مرحبا سيدي. مرحبا. كدير الاستاذ بخير؟ الله يبارك فيك سيدي. مرحبا. الله يخليك. عندي واحد سؤال، واحد استشاره. الله يخليك. مرحبا. انا كنت خديت واحد المحل من في واحد الحي هنا في عين مولاي رشيد، وخرجت وذاك البيت حولته لدكان. كان عندك رخصه؟ لا، درت لي البلان، درت لي كل شيء. دابا المشكل هذا استاذ، هو ديال القضيه ديال التحفيظ، خصك تدخل المحافظه. حتى واحد فينا ما دخل المحافظه، الحي كله الا لا شي واحد يدخلوا اللي شريت من عندها. انا توفات. نعم. وبقى عندي دابا انا الدار كلها عندي فيها تقريبا 8%، هو عباره عن 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 غرفه مطله على الشارع، يعني دكان ولا دكان في البلان. ودابا هذيك الدار كلها واحد ما دخل للمحافظه، وبغيت شنو ندير دكتور الا جات على خاطر. وكلكم مادام انه الا كان هذاك البناء انه بناء قانوني، يعني ماشي عشوائي، عندكم الحق تخدموا بطلب. راه يعني السيد المحافظ على الاملاك العقاريه التابع للدائره ديالكم، وغادي يقوم بالاجراءات كلها من اجل تحفيظ وادخال هذوك البنايات كلها في العقار اللي كاين، يعني ديجا كاين راه محفظ. حيت انا بغيت ندخل بوحدي، حتى واحد فيهم قال احنا ما عندناش، الا بغيت ندخل تتقدم كذا. والسيده اللي باعت لينا هو توفات، وكاين في شهاده شهاده الملكيه فيها غير دوك الورثه، وجا شويه واحد صعوبه شويه. ما انا اعتقد مشيتي عند السيد المحافظ اللي كاين تما في بنمسيك، اعتقد بنمسيك تبع بنمسيك حي مولاي رشيد، اعتقد المحافظه العقاريه ديال بنمسيك، اعتقد لانه تما فين كاين تابع العقار، او سيدي عثمان، اعتقد سيدي عثمان. فبالتالي سير عنده وطرح لي مساله، قول لي انا راه الوحيد اللي بغيت، الاخرين ما بغاوش، واش كاين شي امكانيه من اجل الادخال فقط؟ لا اعتقد خصو يدخل البنايات كلها. فبالتالي غتجيب كاع الوثائق اللي غيطلبها منك باش انك تقوم باجراء التحفيظ. ربما انك يعني تصرف مصاريف معينه، ممكن انك تقوم باسترجاعها بالنسبه ديالك. انت عندك 8%، الاخرين عندهم مثلا كيقسموا بيناتهم واحد 92%، يقدر هذوك المصاريف تسترجعها من بعد، او تقوم يعني بما يثبت انك اديتي هذوك المبالغ، وكاع تقوم بحز على العقار الى حين استيفاء هذوك المبالغ اللي قمتي بها انت من اجل التحفيظ ديال العقار. نعم. ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا لاله سميره من مكناس. مرحبا بك لالا. السلام عليكم لاله سميره. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيدايرين على الصحه؟ الحمد لله. شكرا اختي على برامجكم انتي والاستاذ السي سعيد. بارك الله فيك لاله، من فضلك. الله يجزيك بخير اختي. انا زوجتي ديري توفات 2010. الله يرحمه. وكان عنده، مشيت لوالدك الاجراءات ديال ديك التامين اللي كيديروا في البنكة. والمهم داوني اليوم غدا، اليوم غدا في المرة كيطلبوا لي وثيقة، سالت المسائل ديالي كاملة. ومؤخرا عاد عيطوا لي قالوا لي ما يمكنش لان خاصك تعطينا واحد الملف صحي للزوج ديالك. قلت لهم انا عطيتهم شهادة كتضمن بان الزوج ديالي ما تسلسلش ديالو، يعني في دارو ما كان عنده لا ملف صحي لا والو، مات موتة طبيعية. الطبيب اللي جا عاين الزوج ديال قبل الدفن، باقي عندك به اتصال؟ اي اسمو هذاك السيد. دابا انا مشيت جبت غير ورقه كتثبت بانه مات موته طبيعيه، لان ذاك السيد اللي عطاكم شهاده طبيه طبيب، ايوا هذيك ديها لهم بانه مات ميته طبيعيه، لانه قدر الله عز وجل يموت في الفراش ديالو. وديه لهم ماشي بالضروره، حيت هذا الاعتقاد ديالهم هما ديال شركه التامين، اعتقاد ديالهم بانه راه كل واحد خصو يموت بحدث معين او بسبب معين. هذا قد يعني وصل الاجل ديالو، قدر الله سبحانه وتعالى، وكيموت. كاين اللي الله تعالى يعني ما عرفش العباره مشات لي، ولكن راه انه ياخذ الارواح في الليل وترجع بالنهار، يعني ملي الانسان كيقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، معنى ان الله تعالى يقبل الارواح في الليل، يعني كيسالك يكون ميت ناعس راه ميت، يقدر يرجع للحياه ويقدر يموت. فبالتالي انه ماشي بالضروره خصو يكون وقع عليه كسيده ولا يطيح من الفوق ولا يتحرق ولا ما عرفت شنو وقع ليه ويموت بسبب معين او مرض معين، لا ماشي بالضروره. فاعتقد الا ما كانش ممكن انك تمشي في هذا الاطار هذا، انك تدي لهم شهاده ويقتنعون بان السيد راه توفى على فراش الموت، ممكن انك تمشي للمحكمه باش تطالبي بالتعويض ديالك عن شركه التامين. نعم. لانه ربما هي كتقصد التامين على الحياه، انك يكون تامين على الحياه. نعم. نمشيو ناخذوا معنا مكالمة أخرى. معنا لالا كنزة من مراكش. مرحبا بك لالا كنزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفك؟ بغيت نسول. تفضلي. نعم. دابا حنا بغينا ناخذ واحد الدار، بغينا نشريوها فرض ما بتنازل. بغيتي تشري أبارتمون بتنازل؟ بتنازل، مع أننا ساكنين وشارين. علاش بتنازل؟ كيملكها شي واحد آخر؟ ما كاينش الملك تما، الناس كاع شاريين وما ملا
كاينكش تما اللي بغى يشري كيشري بالتنازل، الناس ساكنين من السبعينات ساكنين الناس وشارين بالتنازل. هي ولكن لو وقع ديال هاد 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 الاملاك ديال من هي اصلا؟ ياك ما ديال الاملاك المخزنيه؟ هي وراء اجراء غير قانوني باعتبار ان الاملاك المخزنيه ما كتعرفكمش شكون هاد الناس اللي نتوما، لانه كيكون عندهم شكون الاسماء ديال الاشخاص اللي انهم مكتارين من عندهم، فبالتالي وقع هاد الشيء. هاد شاف في الواقع كاين بطبيعه الحال واحد كيتنازل اخر وكيعطيه الكونطرا وكيدخل وكيسكن وكيبقى يخلص واحد 500 ريال ولا 1000 درهم ولا 50 درهم ولا ما عرفت 100 درهم واحد المده معينه وكيكون يستفيد، ولكن راه واحد الاحيان ممكن ان الاملاك المخزنيه تسترجع، وحتى انها لا بغات تعطي تعويض معين للناس الساكنين او المستفيدين، تعطي الناس اللي عندها في الاسماء اللي عندها عندها علاقه بهم مباشره، عنا علاقه قانونيه معناها كاين عقد كراء بيناتهم ومباشره انهم يستفيدون، اما غيرهم ما بالتالي تقول لك انا بالنسبه لي ما كنعرفكمش. نعم ناخذ معنا مكالمه اخرى معنا السي خالد المره من قنيطره. مرحبا بك سيدي. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. برنامج مفيد جدا. مرحبا سيدي الله يطول عمرك. الاسئله كنت نطرحهم على الاستاذ. مرحبا سيدي تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الاول على ود واحد كنت واحد الساروت كنت شريته لواحد المحل. نعم. كاري دابا اكثر من 4 سنين، انما السؤال ديالي هو فيما يتعلق في الكونترا اللي كنا درناه عند النوطير الرسميه كذا الى اخره، انه يعني محصور واحد المزاولة دي واحد عدد محدود الأنشطة تجارية ماشي مفتوح. السؤال ديالي هو مثلا في حالة ما إذا بغيت نبيع بعد الفوند كوميرس، واش أنا ملزم باش نسلمه ولا باش نبيع هذا الفوند كوميرس لشي واحد اللي باغي يزول فيه ديك الأنشطة اللي مذكورة في الكونترا؟ هو يعني ماشي نقول لك ماشي بالضروره، وانما انه عموما يعني النشاط المحدد في العقد كيبقى هو الساري، يعني بطبيعة الحال هو الذي ينبغي أن يزاول في هذاك المحل، هذه كقاعدة عامة. ولكن كنقول دائما إذا أراد الشخص أنه يقوم بتغيير هذاك النشاط من حقه أنه يلتجئ للمحكمة، لرئيس المحكمة، على أساس بأنه يبين الظروف. أعطيك مثال، كاين بعض التجارات أو يعني تجارة معينة كانت في واحد الوقت أنها مربحة تدخل يعني أرباح معينة إلى غير ذلك، لكن مع مرور الزمان مع مرور السنين أنه هذه التجارة ما بقاش كتعطي، بقات أنها أصبحت كاسدة والناس أصبحوا لا يقبلون على التجارة باعتبار كاين أشياء أخرى تكنولوجية أو غير ذلك، مهم نشاط معين ما بقاش كيدخل فلوس بين قوسين. هنا ممكن تلجأ المحكمة باش أنها على الأقل أنها تعطيك الحق في تغيير النشاط ولو أنه يكون نشاط مشابه أو إضافة بعض الأنشطة الأخرى لهذاك النشاط اللي كان أو غير ذلك، أما يعني بأمرك أنت ولا بإرادتك الشخصية بدون يعني الموافقة ديال المالك يعني ديال الأصل أو ديال الرقبة أنه يعني بدون موافقة دياله، فصعب جدا أنك تغير النشاط، وقد أنه يكون هذا سبب من سبب الإفراغ باعتبار أن مجموعة ديال الناس أنه تغير النشاط كيدير معينة كيتبين تغير النشاط كيدير الطلب ديال كيصيفط لي إنذار ومعاد كيدير مساق إنذار بالإفراغ باعتبار أنه غير النشاط. هذه من جهة. بالنسبة للمحلات المهنية بعتا اللي هم اللي خصهم يسلموا محلات من مهني إلى مهني، مثلا محامي أراد تفويت محل دياله ما يمكن يفوته إلا المحامي في إطار المحلات المهنية، كذلك بالنسبة يعني للصيدلي الصيدلي الطبيب الطبيب كاع يعني عموما يعني يعني المهن الحرة كلها اللي ممكن أن تسلم عليه ما يمكنش يغيروا شنو النشاط، لأن يمكن المحامي ما يمكنش يقلب المهنة ديالو الموثق أو النوتير إلا وقعت فيزيون. أنا في المغرب في لافرونس كاين مشروع ديال إدماج المهنتين، وإن كان دمج يعني المستشار القانونيين مع المحامون ولا تسمت مهنة المحاماة بصفة عامة. هنا بالنسبة للمحامي يمكنش يبدل النشاط ديالو بطبيعة الحال، الطبيب كذلك إلى غير ذلك، يمكن أن يمكن هذاك المحل إلا يشتغل فيه أو يشتغل أو يستغله محامي. بالنسبة للمحلات الأخرى التجارية ضروري الموافقة إما ديال المالك وإما ديال رئيس المحكمة. نعم. ناخذ معنا لإلهام من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا إلهام. تفضلي لالا. مرحبا. لالا إلهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا بزاف على هذا البرنامج. بارك الله فيك لالا. مرحبا. عافاك بغيت واحد الاستشارة ولا نصيحة ولا شي حاجة. اللي بغيتي أنا نعطيوها لك، بغيتي نصيحة نعطيوها لك، بغيتي استشارة نعطيوها لك، بغيتي درس نعطيوها لك. أوجي ندعيو معاك لالا، نعيطوا للدكتور كريباني يبقى يدعي لك حتى الصباح. لا يمل من الدعاء. أكرمه الله. آمين يا رب. يعطيكم الخير. شكرا. مرحبا لالا. عرفت انا والزوج ديالي كنا خدينا واحد الارض. نعم. من عند واحد الشركه معروفه في الدار البيضاء. نعم.
خديناها مناصفه، دفعنا النص والنص. مناصفه معنى انت والزوج ديالك؟ انا والزوج ديالي. هي كملي. دفعتوا النص النص والنص الاخر، عطاو لنا على شكل تسهيلات، اقساط على اقساط على عام. ما كاينش مؤسسه بنكيه داخله؟ ما كاينش مؤسسه بنكيه بتاتا. مزيان. هي المهم الزوج ديالي هو اللي تكلف بالامور الاداريه كلها، دونك هو اللي يدفع الشيكات ديالو هو، ما كنتش انا داخله في الامور الماليه كاع بتاتا. معناني انا مساعده ماليا، يعني غادي نبيع واحد العقار ديالي ومهم الاهل والاحباب، مهم كعرف المسائل. عرفت. هي كملي. دابا هو راجل ما بغانيش كما نقولوا ندخل في الامور الاداريه، يعني هو تيهمو في الاخر يجيب لي الكونطرا فيها سميتي. انا غير بغيت نستشر معاك واش هذه فيزابل، يعني ما ندخلش انا في الامور الاداريه بتاتا. ولكن انا راه داخله معاه في العقد. طبيعه الحال. طبيعه الحال، لانه العقد اللي كاين دابا راه فيه انت الاسم ديالك والاسم ديالو، انت كتملكي 50%. انت 50% اكثر اكثر من ذلك. هذاك العقد راه فيه التوقيع ديالك كذلك، التوقيع ديالك انت والتوقيع ديال الزوج ديالك والتوقيع ديال الشركه اللي ما فيش توقيع. لا كيعطيكم واحد الكونطرا وفيها التوقيع ديالك انت والتوقيع ديال الزوج ديالك والتوقيع ديال الشركه كلهم. هاد هاد يعني لو كونطرا دو ريزيرفاسيون، راه هاد يعني العقد راه كاين عقد. داك الخرد الكونطرا ديال ريزيرفاسيون خصني نكون انا موجوده ولا يقدر يجيبها لي؟ يجيبها لك ولكن توقعيها، غتصدقي عليها في في الجماعه ولا في المقاطعه؟ صافي صافي سيدي، شكرا. مرحبا. انا حيت بحال اللي كنت ما كنمشيش لتما، دونك هو سيري تما، سيري تما شوفي في الدار ديالك فين كنت تكون والشوكه. الله يوفق الله يبارك. مرحبا. نقلب على ريزيرفاسيون بالعربيه. تما مشات لي بحق كونتر. بغينا زعما الوفاء تعاوننا زعما فهمتني جايه. مشى المصطلح، ما بغاش يجي. غادي يجي ان شاء الله. غادي نواصلوا بطبيعه الحال معكم مستمعينا الكرام مع الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، برنامجكم استشاره قانونيه. غادي نتوقفوا لحظه مع هذا الاقتراح وراجعين نستقبلوا المكالمات. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم استشاره قانونيه برفقه الدكتور سعيد نووي ولواء استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم مستمعينا في استقبال مكالماتكم، وغادي نمشيو ناخذوا معنا عبر 0522 46 72 50 اولا 51 اولا 52. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتبتكم مادام داخل الفراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. ناخذوا معنا ام انوار من تازه. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نهضر مع الدكتور، عندي واحد المشكل. تفضلي يا لالا. مرحبا. انا مجوجة، عندي وليد. شحال تبارك الله عندك في السن ديالك؟ انا 23 زهرة. هي الوليد شحال عنده تبارك الله؟ عنده عام وعشر شهور. هي وشنو المشكل عندك لالا؟ دابا كان راجلي كيضربني وداك الشيء، وجيت لدارنا ما بقاش كيسول فينا نهائيا، وبغيت نشوف شنو غندير. غديري دعوة ديال النفقة. ديري دعوة ديال النفقة اللي كنتي والوليد ديالك، وديك الساعة شوفي شنو رد الفعل ديالو. نعم. مرحبا لاله. الله يصاوب الله يسر الامور. مرحبا مرحبا. حنا اكيد مازال مستمرين في استقبال مكالمات المستمعين، بطبيعة الحال غنمشيو ناخذوا معنا السي حسن من الدار البيضاء. مرحبا بك السي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي بخير؟ الحمد لله، الله يطول عمرك السي حسن، بارك الله فيك. الدكتور ديالنا. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. مرحبا سيدي. كنسولك على واحد اشاره قانونيه. مرحبا سيدي. عندي واحد لحديث الشغل عفاك في 2011. اييه. وتحكمت لي في 2013. والمحامي دابا عيط لي سميتو عشرين، هذه قال لي تجي عندي باش نعطيك التنازل ودير داك الشيء براسك. غدير هذاك التنازل باش تاخذ التعويضات ديالك. واش خرج لك راس مال ولا خرج لك يعني يخرجوك فلوس دقه واحده ولا خرج لك يعني ايراد؟ لا سميتو اراده سنويه ولا شنو؟ اراد. اذا اراد غتمشي مباشره تاخذ هذاك التنازل وغتمشي عند شركه التامين باش انه يبقاو مباشره يصيفطوا لك هذاك الايراد ديالك يعني في يعني في يعني عندك انت شخصيا في العنوان ديالك شخصيا. أيه. علاش؟ لانه هو صافي يعني المحامي راه كمل لك الاجراءات، راه خذ الاتعاب ديالو، اذا انت غتبقى تاخذ هذو حياتك كلها ان شاء الله هذا الايراد كل 3 شهور ان شاء الله. مرحبا سيدي، التوفيق ان شاء الله. مرحبا. شكرا. ناخذ معنا مكالمه اخرى، معنا السي حسن من اكادير. مرحبا بك السي حسن. نعم. اهلا وسهلا سيدي، تفضل. دور الدكتور الله يرحمه لك الاستشاره. مرحبا سيدي. مرحبا. غير الدكتور بخير؟ الحمد لله سيدي، الله يبارك فيك. بخير الحمد لله. ولي خويا عندي قدام الدار واحد شي متر واط ديال الارض.
وبين اللي بنيهم مشيت الجامعة على حساب باش نرخص، قال لك ودي هنا ما ترخصوش حين كنا رايق على القودرون ما عندنا مشكل لا سميتو الى تبني ما كاين حتى مشكل. لا هما بقى مستعدين يعطيكوا الرخصة باش تبني الجامعة؟ لا لا قال لك حين خارجة اذا ما بغوش يعطيوك؟ لا ما بغوش يعطوني. لا ولكن إلا كان هذاك يعني ممنوع أنه راه هذيك المنطقة أو ديك المتروات قلتي غادي تدخل في القودرون أو تدخل في الطريق؟ لا 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 بعيدة على سميتها، هذي عا قدام داري راه كنستغلها حنا واحد 50 سنة. وعلاش ماغاش يعطوك الرخصة باش تبني تما؟ كاين طريقة تما قالك راه على الخلا نقولو ما كاين لا قودرون ولا بتيسلا ولا تما شنو. وشني أشنو اللي غيمنع اللي بغيت تبني أنت إلا ما كان لا قودرون ولا والو وأنت بغيت تبني باش أنك يعني تسكن فيها او تستغلها او يعني اعتقد الى ما كان شي مانع يعني مانع قانوني؟ لا المانع هو الشيخ بغى الفلوس هذه حاجه اخرى. هادو من ضمن الفلوس من ضمن الوثائق ديال الحصول على الرخصه ياك؟ اي لا هو انت كتقول احنا ما عارفينش واش هاد الشيخ باغي الفلوس ولا ما بغاش الفلوس، انت اللي كتقول. لا بغى الفلوس وانا كنقول لك انا ما كنشجعكش في هذا الاطار، لانه يعني الان الحمد لله كاينه حمله وطنيه، كاين الرقم الاخضر اللي دارته وزاره العدل، كاين يعني جمعيه ديال لا ترانسبارونسي سي سا محاربه الرشوه. محاربه الرشوه ما كنديروش على الاشهار، ولكن لا هي جمعيه بطبيعه الحال تشتغل في اطار نعم. محاربه الظاهره باش نتاكد. فانا الا كنتي عندك الحق وغتاخذ هذا الحق، انا رايي الشخصي تمشي للمحكمه الاداريه. تفضل. الى ما دورتيش راه غنوض عليك شي وحدين تما غيقول لك ما تبنيش، هذا الشيء اللي كاين. وعلى اي حال دابا سي حسن حنا ما نقدروش نجزموا في هذا الشيء لانه ما عندناش عليه دلائل ولا عندك شي تسجيل ولا عندك شي حاجه اللي تقدر تجزم بها في هذا الكلام، لانه من غدا ينكرك يقول لك ودي انا ما قلتلكش كاع. ولكن في نفس نقدر نشوف اللجنه التقنيه تشوف يمكن لك شي حاجه مثلا دير هذا الشيء. يعني ما هو قانوني وما هو واضح بطبيعه الحال. انا رايي الشخصي دير طلب للسيد رئيس الجامعه باعتبار هو المختص باش انه يعطي هذه الرخص، هذه دير لهم كتاب، إما أنه يدير كتاب ويأخذ تأشيرة بأنه راه توصلوا به أو يصيفته عن طريق مفوض قضائي أو عن طريق بريد مضمون كذلك، ويأخذ لكوزي على أساس بأنه كيتسنى باش يأخذ يعني الموافقة لدست مدة ديال شهرين مثلا، أنه لم يتم استجابة للطلب دياله أو داخل شهر ما تم استجابة للطلب دياله يمشي المحكمة الإدارية باش يطالب بالحصول على الرخصة، لأن هذا إذا كان حق يعني ديال المواطن وأن الإدارة منعته من هذا الحق هذا بطبيعة الحال كاين المحاكم الإدارية كتحكم. أما أنني أجاري او يعني اداري الشخص الاخر يطلب مني، لا طلب مني شغلو هذاك اخلاقه هذاك مستواه شغلو هذاك، ولكن انا عندي اجراءات قانونيه اللي ممكن نقوم بها ونحصل على حقي. ما كانش راه ممكن ان ضروري ان غتنصف، لان ممكن دير مثلا طلب ديال اخراج او تعيين لجنه معينه مركبه من افراد معينين داخل الجامعه او داخل المجلس البلدي او غيرك للخروج ومعاينه هل هذا المكان المراد فيه انه يتقام فيه هذا البناء واش انه صالح للبناء او كاين عراقيل معينه او غير ذلك. لما كانش كيدار هذاك التقرير، ومع ذلك هذاك التقرير يمكن الطعن كذلك فيه امام المحكمه الاداريه من اجل الحصول على الرخصه اذا كان له الحق. نعم. ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا السي حميد من الرشيديه، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايره الاخت هنا؟ الحمد لله سيدي حميد، الله يطول عمرك. لكن ممكن الله يخليك نقص الراديو، بقى معنا في التليفون. مرحبا الاخت، كنشكر الدكتور سعيد النووي. مرحبا سيدي، العفو. عندي واحد استشاره قانونيه، الله يجازيك بخير. مرحبا سيدي. مرحبا تفضل. عندي واحد الاخت بغات تطلق. اييه. ورفعنا الدعوه ديال الطلاق، طلاق للشيقه. نعم اييه. ودايزين دابا 4 جلسات وراجلها ما عمرو حضر حتى شي وحده. واخا غادي يمشي معك دقه دقه، ياك؟ نعم. النهار الاول ملي وضعتي المقال في كتاب الضبط، يعني في الصندوق ديال المحكمه وخلصتي عليه. نعم. خدتي الاستدعاء. اييه. عطيتيه المفوض القضائي. نعم. تبلغ به الزوج ديالها. والله ما عرفنا. ايوا خصك تاكد من هذه الواقعه، الا اختي هذاك يعني الاستدعاء وعطيتي المفوض القضائي يقول لي يعطيك شهاده تسليم، ملي كتاخذ شهاده تسليم بانه تبلغ او رفض يعني التبليغ كتاخذ داك شهاده تسليم وكتعطيها للقاضي باش يعتبر الملف جاهز، يجي ولا ما يجيش غادي يدير الاجراءات ديال الطلاق.
اذا صار انت سول واش الزوج تبلغ ولا ما تبلغش، لان تاخر اكيد الزوج ما تبلغش. وان كان كاين تاخيرات اللي كتكون تاخيرات قانونيه، كاين اولا الجلسه الاولى كتعقد ما كيكونش حضور من طبيعه الحال ديال الاطراف، يقدروا يحضروا ولكن بالضروره كيحضروا المحامون ديالهم، كتعين اول جلسه ديال الصلح باعتبار انه خصهم يستمعوا للزوجين مباشره شخصيا، خصهم يحضروا ويستمعوا اليوم. الا كان اولاد راه خص ضروري انه تدار جلسه اخرى يعني وتفرق بينها واحد يعني 30 يوم على اساس بانه يدار محاوله صلح. الا ما كانش يعني فشلت محاوله ديال الصلح تيتم احاله الملف على 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 المحكمه المحاكمه. فهاد اربع جلسات يعني المفروض ان خص يكون انتهت المسطره. الا ما تبلغش خصكم تسهروا على التبليغ باش يحضر حتى هو ويستمع للقاضي، وديك الساعه كياخذ الاجراءات ديالو. نعم، ناخذوا معنا مكالمه اولا باقي مع السي حميد. يعني دكتور سعيد، ربما في هذه الجزئيه واش التبليغ كيكون في الاول ولا حتى الاول؟ ملي كان اول ما كتحط الوثيقه خص يكون تبليغ. انا للاسف ديما كنعطي المثال من الدار البيضاء، اللي كنشتغل في الدار البيضاء ربما مع محاكم اخرى، ولكن اعتقد ان كانت المبادره ديال الدار البيضاء المبادر هو اللي يبلغ حيث الدار البيضاء هي اول محكمه كانت يعني سنت هاد السنه الحميده انك تاخذ استدعاء مباشره. ملي كتوضع الملف كتاخذ الاستدعاء، كيهيئوا لك الاستدعاء، قدر يقول لك جي غدا الا ما كانش يعني ظروف معينه او لابليكاسيون ما خداماش او هذيك، ترجع كتاخذ الاستدعاء كتاخذ تعطي المفوض القضائي. المفوض القضائي في اول جلسه كيبلغ الطرف المدعى عليه. ملي كيتبلغ كتولي اجراءات غاديه عاديه، لانه كيحضر اول جلسه صافي ما كيبقاش تبليغ الا الملف صادف عطله او انه دخل المداوله وخرج، كتعود للاستدعاء او غير ذلك. اما في البدايه كيتبلغ كتبقى غادي الاجراءات هكذا. الناس كيعتقدوا بكل كون انا جيت الاول المره الاولى والثانيه ما جاش والثالثه ما جاش والرابعه ما جاش وانا باقي ما تبلغش، لان انا ما قدرتش. حنا دابا الان ولا مفوضين ماجورين عندهم كياخذوا اجره معينه باش يقوموا بالاجراء. الا ما قاموا بالاجراء بطبيعه الحال انهم كيكونوا مسؤولين. ولكن الا ما اديتيش انت الاجره ديال او طلبتي يعني التبليغ عن طريق العون ديال المحكمه، ممكن هنا كذلك انه يتم التبليغ ديال الاستدعاء. نعم، ناخذوا معنا لاله فاطمه هذه المره من اكادير. مرحبا بك لاله فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، ليكم بخير. مرحبا بلاله. مرحبا لاله. الله يخليك، عندي واحد الاستفسار كذا ممكن؟ بكل فرحه لاله، تفضلي. الله يخليك، انا عندي من العائله الوالده ديالي كنخلى لهم والدي لهم شي وقت الله يرحمه هذه شحال هذه 93. هذه المقدمه الاولى ما فهمت فيها والو، كانت الوالده عندهم شي عائله خلاو لهم، ما فهمتش عاودي اشرحي لي شنو بغيت. لا قلت لك الوالده ديالي كنخلى لهم الاب ديالهم الله يرحمه شي ورد. اييه املاك اراضي زيد اييه كملي وشي بعض المنازل وداك الشيء. نعم المهم كانت الام ديالهم باقا في الحياه، المهم كانوا يعني كانت في البيت ما بغاوش يفرقوا ذاك المكان. فهمت اييه كملي. يعني فرقوا غير شفاوي، يعني قالوا مثلا مشيتهم عندهم غير ولد واحد غادي ياخذ الابن كذا، انتم غتاخذوا كذا. قالوا ماشي مشكل الحمد لله، يعني مستغنيين، هو خليو لك عندك الشيء اللي بغيتي ماشي مشكل. المهم اللي دابا طيبة من 2006 توفات هذيك جدتي الله يرحمها توفات. الوغ هذاك الخال ديالي هو كان كاري واحد المحل هو اللي كانوا خلاوه لي يعني في الحق ديالو. واحد المحل كانوا غياخذوه هما البنات طيبة نفس البنات. الوغ هو كان كراه وكان كيستافد من الكادير، يعني من اللي مات جدتي الله يرحمه ديك الشيء هو كان كيستافد منه. دابا فاش بغاو يقسموا ذاك الايات ديالهم، يعني بغاو ديك الحامة ديالهم السيده باش تخرجيهم من المحل، قالت لهم ماشي انتوما اللي كريتو ليا فهمتي، هو اللي كرا ليا خصوصي هو اللي غادي يخرجني. هو قال لك انه كان واحد السيد اخر يعني هو اللي مولها المحل ما كاينش تما، اذا خلاتهم يعني واحد معاتي واحد ما هو للاسف يعني قد نعتبر هذيك السيده عن حسن النيه، ولكن يعني ما خصوش يكري الا بموافقه باقي الورثه. على اساس بانه هذاك الملك هو مشاع بين جميع الورثه، وان كان اتفاق شفوي على ان كل واحد انه يستغل واحد المكان معين، هذا اتفاق شفوي داخلي نسميه، يعني غير ماشي كنقول غير قانوني، قدر هذا كيكون يعني بدايه واحد يعني حجه كاتفاق بين الاطراف، ويقدر يتم كتابه هذا الاتفاق وادخال هذا الاتفاق هذا للمحافظه، وبطبيعه الحال كل واحد كياخذ الحق ديالو قانونيا وكيتم تقسيم ديال الارث. لكن هذه السيده ماشي. نعم تفضلي محلية. تفضلي. دابا هما اللي كيمشيو دابا هو تيقول لهم انا بيناتكم تكلفوا معاها هي، فهمتي؟ اللي كيمشيو عندك تقول لهم انا لا، يعني واش دار معاها شي عقد؟ لا دابا هي ما عارف حتى حاجه. هو ايوا اذا انتم ممكن غديروا واحد الحل باش تعرفوا هذه السيده اشنو عندها، غادي ديروا دعوه ديال طرد محتل بدون حق ولا سند. هي لكان عندها شي وثيقه تثبت العلاقه الكرائيه معكم كورثه،
راه غاد ليبيا المحكمه وبطبيعه الحال هذا الملف غيتطوى غيتحكم برفض الطلب. الا ما كانش عندها بطبيعه الحال المحكمه غتفرغها لان ما عندها الصفه داخل في احتلال هذا العقار. خص يكون عندها الصفه, خص يكون عندها عقد ولا وصل كراء يثبت انها راه كاريه هذا المحل بصفه قانونيه. وان كان ان الاخ ديالك ما عندوش حق يكري ليها باعتبار انه وارث, خصو انه يكري بوكاله بانه ينوب عن جميع الورثه ويكري لهذا المحل. اما اذا كان من ذاته هذا يعني نوع من التصرف يعني الغير قانوني لانه ما عندوش وكاله عن باقي الورثه. نعم. ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا السي مراد من الرباط. مرحبا بك السي مراد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وبركاته. استاذ الاخ عندك بس عندي واحد مقاقشه ويك حفظتها اسمح لي نقص الراديو. حفظتيها الله يعطيك الصحه. تفضل اسيدي. البقعه والسر خليت البقعه حفظتيها ايا دخلتي المحفظه. عندي شركه معروفه في المغرب ما معنيش بلا ما نقول ايا طبيعه الحال كمل. استاذ فاش خرجت ليا في الكونتراك كاتب لي يلتزم المشتري بان خاصو يبني في الدار في 3 سنوات. ايا وحفظت خرجت ليا في شهاده الملكيه. كاتب لي الشروط البناء في ظرف 3 سنوات. نعم. استاذ دابا المواجهه مثلا وبنيش في ديك الظرفيه ديال 3 سنوات كاين شي حاجه قانونيه ترتب عليها ولا لا؟ هو هذا البيع مشروط لانه علاش نعطيك مثال كاين مجموعه من التجزئات العقاريه كيفوتوا اراضي معينه وتعطوك هذاك يعني ما يسمى المظهر الخارجي ديال البناء خصك تلتزم به. هادو من ضمن الشروط ديال هاد البيع. كتكون تجزئه معينه تيديروا هما واحد المشروع يعني ظاهري او خارجي كيقول لك مثلا نعطيك مثال ديالو يعني قطع ارضيه وتيكون واحد الشكل معين من الداخل انت دير اللي بغيتي يعني خليها انت كلها محلوله ما تقسمها ما والو, ولكن البناء الخارجي خصو يتبنى فهذيك على اساس بانه قد يصيب ضرر الاخر يعني ضرر ديال السكان اللي غيجيو من بعد ما تبقاش هذيك الارض خاويه خصها تبنى في الظرف هذه المده هذه. فانا اعتقد هذا الشرط يعني يسبب ضرر اكثر ما انه يلغي يعني يعني ماشي شرط فاسخ ديال البيع وانما يلغي قد يتسبب ضرر قد يعني انك تسبب ضرر وقدر الاخر انه يدعيك على اساس بانك سببتي واحد الضرر باعتبار انك انت ملزم داخل هذا الاجل هذا ديال 3 سنوات بناء هذه الارض هذه والا انك تستغني عليها وتعطيها لشي واحد اخر انه يبنيها تنازل عليها زعماك وانه هو يبنيها وبالتالي انه يقوم بالاجراءات داخل المده المحدده. فانا نبغيك تعاود الى كان ممكن ان اما ترسل لي هذا العقد عاود نقراه مزيان ولكن كنقول لك قاعده عامه هذا هو اللي كنعرف ان في اطار هذه القواعد العامه. لكن الا كان عندك نسخه تصيفطها نقراها نشوف واش انه كاين يعني شروط يعني كاثر عن عدم القيام بالبناء ديال هاد البقعه داخل السنوات اشنا هو يعني الاثار القانونيه واش انه يتم. لا اعتقد غيكون الغاء البيع باعتبار ان انت راك مالك ولكن قد تكون هناك نوع من الدعائر يعني ولا الضرر اللي غتقدر تصيب به الاخر ولا غير ذلك. فاعطيني هاد الكونتر نقراها نشوف شنو هما الشروط اللي ممكن نعم. ترتب على عدم يعني البناء في الوقت المحدد وديك الساعه نجاوبك بصفه نهائيه ونكون مسؤول على الاجابه ديالك ان شاء الله. ناخذ معنا السي احمد من مراكش. مرحبا بك السي احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خليك بغيت نهضر مع الاستاذ. تفضل السي. سيدي مرحبا. الله يخليك سي سعيد الى ما هضر معايا مورا البرنامج يرحم ليك الوالدين. خلي التليفون ديالك ونرجعوا. واخا سيدي رجعوك دابا للستوندار. مرحبا. ناخذ معنا اخر مكالمه لاله حبيبه من ايطاليا. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. كنت بغيت نهضر مع الاستاذ. تفضلي يا لاله حبيبه. تفضلي كنسمعوك. مرحبا. السلام عليكم. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج هذا اللي كتقدموا لنا. مرحبا لاله. بغيت نسول تعطيك واحد الاستشاره. تفضلي الزوج ديالي شرا واحد الدار. نعم. في المغرب. ومني مشى كتب العقد على اساس ان هو مجوج مثلا من واحد السنه 1980 وعلى اساس واحد لارتيكل ديال 41 من مدونه الاحوال الشخصيه. واش العقد ولا بدا النوطير واش ولا بدا كتفرض عليه باش يكتب هاد لارتيكل في عقد الشراء وما دارنيش معاه. لا هو هذيك قبل في الزواج تي يعني العدو اللي كيكتب هاد العقد واش انكم بغات ديروا اقتسام الاموال. لا ما درناهاش في العقد ديال الزواج. هذيك العقد ديال الشراء ملي شرا الدار. نعم. ملي شرا الدار دار اننا تزوجنا مثلا في 1980
طبقا لقانون مدونة الأحوال الشخصية. إذن جميع الأملاك اللي من بعد هذه المدة هذه كلها كتولي في نظام الأموال يعني المشتركة، باعتبار أنه لا قدر الله وقعت يعني فراق كتقسموا هذوك يعني كاع يعني العقارات اللي تم امتلاكها في هذه المدة هذه كيتم يعني اقتسامها بينك وبينه. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد، ونهاية أسبوع موفقة، نتلاقوا بإذن الله يوم الاثنين، بارك الله فيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لك وفاء فايز رفقتنا اليوم في الإخراج، سامحة في استقبال مكالماتكم، شكرا لكم جميعا مستمعينا الكرام، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. واللحظة سيرفع أذان صلاة العصر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والأجر والتوفيق.